طيب مساء الفل، هنبتدي مع بعض النهارده ان شاء الله. اول محاضره لينا في شابتر في اخر شابتر لينا هو شابتر اندوكراين. طيب اندوكراين مش شابتر الحلوه السهله، هو معلوماته كتيره شويه بس شابتر فهمه سهل. طيب هنبتدي، بس هو طبعا بدايه الشابتر بموضوع دايابيس ميليس، هو بس انا هفضل نبتدي الاول بدايابيس انسيبلس، موضوعات كده سهله علشان تبقى الدنيا ماشيه معانا حلو من الاول. هنبتدي بصفحة اللي هو موضوع دايابيس انسيبيدس، أول موضوع بعد دايابيس مليس على طول. I think صفحة 406 على ترتيب عدد الصفحات في الفايل ده. تمام، نبتدي. طيب اوكي، اول موضوع هنبتدي معاه هو موضوع دايابيس انسيبيدس. احنا كنا ادينا هنت قبل كده في شابتر البيزك ساينس، كنا شرحنا بالتفاصيل هرمون الاي دي اتش، وكنا شرحنا معاه موضوع السيادة ودينا هنت عن موضوع دايابيتس انسيبيدس. طيب نفتكر مع بعض الكلام ده. في هرمون يا بيه، هرمون مهم جدا اسمه الانتي دايوريتيك هرمون. تمام، الانتي دايوريتيك هرمون ده وظيفته ايه؟ من اسمه انتي دايوريتيك، يبقى وظيفته ايه؟ بيمنع دايوريسيز. يعني بيمنع دايوريسيز، بيمنع دايوريسيز يعني بيحوش الميه في جسمك. تمام، طيب الانتي دايوريتيك هرمون ده هرمون بيطلع من فين؟ ده هرمون بيطلع من هايبوثالاموس، بيتخزن في البوستيرو بيتويتر جلاند، وبعد كده يطلع من البوستيرو بيتويتر جلاند ويروح الجسم. بيشتغل على ايه بي؟ ليه كذا اكشن، بس اهم اكشن بالنسبه لك هو على الكدني. بيعمل ايه على الكدني اللي انت شايفه ده؟ بيقفل المحبس بتاعت الكدني. تمام، لما يقفل المحبس بتاعت الكدني يعمل لك انتي دايوريتيك اكشن. يعني ايه انتي دايوريتيك اكشن؟ يعني ما يخليش الميه تنزل في اليورين. لما ما يخليش الميه تنزل في اليورين يحوش الميه في الجسم، يبقى هو بيعمل ايه؟ بيخلي الميه تتحوش في الجسم وما تنزلش في اليورين. طيب كنا شرحنا في البيزك ساينس يا بي الاكشن ده بيتم ازاي، خلي بالك لانه بيتسال وخصوصا في شابتر البيزك ساينس. الاكشن ده بيتم ازاي؟ الاكشن ده بيتم عن طريق ان هو بيزرع التشانلز في الكيدني اسمها الاكوابورين تشانل. ممكن اوريكم الصوره بتاعتها ده هي. تمام، لما احنا قلنا في البيزك ساينس خلي بالك انه بيشتغل على حاجه اسمها الكولكتنج داكت، بيزرع حاجه فيها اسمها الاكوابورين تشانل. الاكوابورين تشانل دي بتعمل ايه؟ الاكوابورين تشانل بتخلي الميه هي ونازله في الكولكتنج داكت، تمام، بدل ما تنزل على اليورينا بلادر، بدل ما تكمل باقي المسره بتاعها انها تنزل في اليورين بتاع العيان، لا ترجع الجسم مره ثانيه. تمام، ده فكره الاكشن بتاع الانتي دايوريتيك هرمون. يبقى تاني، الانتي دايوريتيك هرمون هو هرمون وظيفته الاساسيه يمنع الميه انها تنزل في اليورين. انتي دايوريتيك يعني يمنع الدايوريسيس. تمام، فلما يمنع، الحركه دي بيحوش الميه في جسم العيان. طيب تخيل معايا دلوقتي عيان ما عندوش الاي دي اتش هرمون، او عنده الاي دي اتش هرمون بس ما بيشتغلش. ده احتمال وده احتمال. تمام، ده ما يسمى بمرض الدايابيتس انسيبيدس. العيان ده مشكلته ايه بيه؟ الاي دي اتش مش موجود او ما بيشتغلش. تخيل معايا احكس الاكشن، انت ما عندكش اي دي اتش، يبقى فتحت المحبس. لما فتحت المحبس يا بيه كل الميه هتنزل في الشارع. تمام، عشان كده اسمه دايابيتس، لان ايام زمان لان العيان ده بيجيب ميه كتير جدا. تمام، بيجيب يورين كتير جدا، فبقى شبه مريض السكر، عشان كده سموه دايابيتس. بس سموه انسيبيدس لانك انت لو ايام زمان لما كانوا بيدوقوا اليورين ببقهم، تمام، في التحليل السكر الدايابيتس مليس اليورين بتاع العيان محلي لان فيه جلوكوز، لكن اليورين بتاع العيان ده ما فيهوش سكر، عشان كده دايابيتس يعني مش محلي، مش زي دايابيتس مليس. طيب العيان ده بيه هيبقى شكله ايه؟ بيشرب ميه كتير، بيجيب يورين كتير. طب ليه بيجيب يورين كتير؟ لانك انت فتحت المحبس على الاخر. طب انت ليه فتحت المحبس على الاخر؟ حاجه من الاثنين، لما الهرمون مش موجود، لما الهرمون موجود وما بيشتغلش. لو الهرمون مش موجود دي اسمها سنترال دايابيس انسيبيتس. تمام، يعني سنترال يعني الهرمون ما بيطلعش من مخ العيان. طيب لو الهرمون موجود بس ما بيشتغلش دي اسمها نيفروجينيك دايابيس انسيبيتس. تمام، طب يا بيه ليه ما بيشتغلش؟ في معظم الاحيان بيبقى عيب في الريسبتور بتاعه. تمام، طب يا بيه هل ممكن الريسبتور يبقى موجود وشغال برغم كده في نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس؟ اه، في بعض العيانين بيبقى الريسبتور موجود وشغال لكن يجي يزرع الاكوابورين تشانل بتاعته في الكولكتنج داكت ما يعرفش يعمل كده، ففي الحالتين ما يعرفش يشتغل، سواء الريسبتور بتاعه بايظ او سواء الريسبتور بتاعه شغال لكن مش عارف يزرع كولكتنج داكت، في الحالتين الهرمون ما يعرفش يشتغل، فابتدى العيان يجيب كميه عنيفه من اليورين. طيب ايه اللي حصل في العيان ده يا بيه؟ فقد كمية كبيرة جدا من المية، من المية. تمام، فقد مية فحصل ايه في تركيز الملح؟ افتكر معايا بيزك ساينس. تمام، حاجة اسمها الاوزمولاريتي. هو ايه الاوزمولاريتي يا بيه؟ تركيز الملح في المية او تركيز السكر في المية. تمام، دلوقتي العيان ده
العيان ده بص معايا، كان في البلازما بتاعته كان في حاجتين في البلازما بتاعته، كان عنده صوديوم وكان عنده ميه، تمام؟ كان عنده صوديوم وكان عنده ميه، تمام؟ تركيز الملح في الميه ده ما يعبر بيه بمصطلح الاوزمولاريتي، تمام؟ تركيز الملح في الميه. طب انت العيان ده ايه اللي حصل فيه بيه؟ انت فقدت ميه كتير لكن ما فقدتش صوديوم. لما ما فقدتش صوديوم ايه اللي حصل في الاوزمولاريتي بتاعت العيان؟ وقعت، اسف، زادت جدا. طب ليه بيه زادت جدا؟ لان تركيز الملح في البلازما بتاعته زادت، لانك انت فقدت فوليوم. طب لما فقد يا بيه، لما العيان ده فقد الميه، الميه راحت فين؟ راحت اليورين بتاع العيان. طب في اليورين بتاع العيان ايه اللي حصل؟ ما هو اليورين بتاع العيان برضو فيه صوديوم وبرضو فيه ميه، حلو؟ في اليورين بتاع العيان يا بيه ايه اللي حصل؟ انت مليت اليورين بتاع العيان ميه بس الصوديوم زي ما هو، فتركيز الصوديوم في اليورين بتاع العيان هيقل. يبقى محصلة العيان ده ايه اللي هيحصل يا بيه؟ تركيز الصوديوم في البلازما بتاعته هتقل، فبلازما اوزمولاريتي هتزيد، تمام؟ مش عارف. طيب ثواني ثواني ثواني، ما اعرفش، انا بلخبط في المصطلحات. طيب نقول، اقولها لكم تاني. دلوقتي انت فقدت كميه ميه كبيره جدا في اليورين بتاعت العيان، فتركيز الصوديوم في البلازما بتاعته هتزيد، فالبلازما اوزمولاريتي بتاعته هتزيد، تمام؟ اليورين بالعكس، اليورين انت فقدت فيه ميه كتير جدا، فتركيز الصوديوم في اليورين بتاع العيان هيقل، فاليورين اوزمولاريتي هيقل. ده ملخص موضوع الدايبيتس انسيبيدس، تمام؟ يبقى تاني، الدايبيتس انسيبيدس يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بقى عندك اي دي اتش ما بيشتغلش، او هو اساسا مش موجود. لما ما بيشتغلش او هو مش موجود، بيبتدي العيان يفقد كميه كبيره جدا من الميه في اليورين بتاعه. لما يفقد كميه كبيره جدا من الميه في اليورين بتاعه، يبتدي تركيز الصوديوم في البلازما بتاعته بتزيد، فتبتدي البلازما اوزمولاريتي هتزيد. هو ايه بلازما اوزمولاريتي؟ هو تركيز السوليوتس في البلازما بتاعتك، سواء السوليوت ده كان صوديوم او بوتاسيوم او جلوكوز، ايا كان هو ايه، تمام؟ فاللي هيحصل ان تركيز الصوديوم في دم العيان هيزيد جدا. انت لعبت في الصوديوم، انت ما لعبتش في الصوديوم، انت نزلت الميه فتركيز الصوديوم زاد. لما تركيز الصوديوم هيزيد، البلازما اوزمولاريتي هتزيد. اليورين اللي هيحصل فيه العكس تماما، انت رميت كل الميه في اليورين بتاعت العيان، فتركيز الصوديوم في اليورين هيقل، فاليورين اوزمولاريتي هيقل، تمام؟ ده كده هنت سريع عن البلازما، عن الدايبيس انسيبيدس. نمسح بس الكلام ده بسرعه. اوكي، بعد كده حاجه اسمها ووتر ديبريفيشن تيست، هنتكلم عليها بعد شويه. الاسباب يا بيه اللي بتعمل لك كده، حاجه من الاثنين، لا اما كرينيال لا اما نيفروجينيك. زي ما قلت لك كلمه كرينيال يعني انت ما عندكش الهرمون، الهرمون ما عادش موجود، تمام؟ ده اسبابه، لما ديوباسيك من غير سبب، او اي حاجه في البرين بتاعت العيان. العيان ده لو حصل عنده تروما، حصل عنده تيومر، حصل عنده هيمرج، حصل عنده انفكشن، واتضربت المناطق او الخلايا اللي بتفرز لك ده الاي دي اتش، ساعتها الاي دي اتش هيقل جدا عند العيان، تمام؟ او العيان عمل بتويتر سيرجري. طب ايه علاقه البتوتر يا بيه؟ البوستير بتوتر جلاند هي المخزن اللي بيتخزن في الاي دي اتش. فانت لو شلت البوستيرير بتوتر جلاند، تمام، لو انت شلت البتوتر جلاند كلها بتاعت العيان، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل دروب في الاي دي اتش. بس ثواني، خلي بالك عشان الحته دي فيها سؤال. هذا الدروب اللي بيحصل بعد البتوتر جلاند دروب ترانزينت ولا تمبوراري؟ ترانزينت وليس تمبوراري. طب ليه بي ترانزيانت؟ لان الهرمون بيطلع من الهايبوثالاموس، حلو، بينزل عن طريق كارير معين، بيتخزن في البوستيرير بتويتر جلان، ده المخزن. ايه اللي حصل؟ انت شلت المخزن بتاع العيان، تمام؟ اول ما انت هتشيل المخزن بتاع العيان، الاي دي اتش هيقل جدا في دم العيان. طب ليه بقول لك ترانزيت؟ لان بعد شويه هتروح البوستيرير بتويتر جلاند، هتروح الهايبوثالاموس، تمام، تروح ترمي الاي دي اتش بتاعها مباشره في دم العيان بدون حاجه للبوستيرير بتويتر جلاند. اول ما الهايبوثالاموس ما بتاعتك اللي هو المصنع الاساسي اللي بيصنع لك اي دي اتش، اول ما هيبتدي يعمل طريق بديل للبوستيرير بتويتر جلاند، ساعتها الاي دي اتش هيرجع يعلى مره ثانيه في دم العيان، تمام، والمشكله هتتحل. فخلي بالك بس عشان الحته دي فيها سؤال، لو انت شلت البوستيرير بتويتر جلاند، المشكله ترانزيان وليس بيرمننت. طيب المشكلة بعد كده، كرينيو فارنجيوما ده عبارة عن تيومر، هنتكلم عليه بعد شوية. ده تيومر بيطلع من البيتوتر جلاند بيبوظها لك، أو أمراض بتضرب الهايبوثالاموس زي الهيستوسايتوزيس أو التي بي أو الساركيدوزيس، تمام. في بعد كده مجموعة أمراض بتلخص بكلمة ديد مود. ديد مود ده مجموعة أمراض أو سندروم على بعضه. ده العيان بيبقى عنده أعراض كتير، أمراض كتير، دايبيتس انسيبيدس، دايبيتس ميليس، أوبتيك أتروفي، ديفنس وغيرهم. طيب الحاجات يا بيه اللي بتعمل لك نيفروجينك، يعني ايه كلمه نيفروجينك يا بيه؟ نيفروجينك دايبيتس انسيبيدس يعني انت عندك
هايبوثالاما سليمه، عندك بوستيرور بيتيوتري جلاند سليمه، وعندك اي دي اتش في دم العيان. طب ايه مشكله العيان ده؟ الاي دي اتش يروح على الكدني ما يعرفش يشتغل. ما بيعرفش يشتغل ليه؟ سبب من الاثنين، لا اما الريسبتور بتاعه بايظ اللي هو فازوبريسون ريسبتور او الاي دي اتش. خلي بالك الاي دي اتش اسمه تاني فازوبريسون، تمام؟ فازوبريسون ده الاسم التاني بتاع الاي دي اتش. لا اما الريسبتور بتاعه بايظ وده الموست كومن كوز، او السكند موست كومن كوز يا بيه الريسبتور شغال تمام وجيب بتاع ده مسك في الريسبتور بتاعه لكن ما عرفش يزرع الاكوابرين شانت. الاكوابرين شانت دي يا بيه الاكوابرين ده عباره عن الشان اللي انت بتحطها في الكولكتنج دكت عشان ترجع الميه تاني لدم العيان، تمام؟ طيب حاجات التانية اللي بتعمل نيفروجينيك زي الهايبركالسيميا، هايبوكاليميا، الليثيوم. خلي بالك الليثيوم it is the most common drug causing diabetes insipidus، تمام؟ الديمي كلوسايكلين، الديمي كلوسايكلين ده دواء انت بتقفل بيه الريسبتور، تمام؟ عشان كده الدواء ده بيعمل لك دايابيتس انسيبيدس، وفي نفس الوقت ات از ذا دراج اوف تشويس في السياده. السياده ده بيه عكس الدايابيتس انسيبيدس، السياده ده عيان عنده كميه عنيفه من الاي دي اتش، تمام؟ فيعمل لك عكس الاكشن هنا تماما. فالدراج اوف تشويس هو الديمكلوسايكلين. ليه؟ لانك انت بتقفل الريسبتور اللي بيشتغل عليه الاي دي اتش هرمون. طيب بعد كده لو حاجات ضربت الكدني زي التيوبلو انترسيشال ديزيز، بوث اوبستراكتيف يوروباسي، بايل نفرايس، سكت سيل انيميا وغيرها. العيان الفيتشر بتاعته اكتب عليها بالعربي، بيشرب ميه كتير بيجيب ميه كتير، بيشرب ميه كتير بيجيب ميه كتير، تمام؟ شبه جدا جدا الدايابيتس ميليتس، عشان كده سموه مريض شبيه السكر، تمام؟ وانت ازاي بتشك ان العيان قدامك عنده سكر؟ ببساطه شديده انت بتشك ان العيان قدامك ان عنده سكر اول ما يبتدي العيان يجيب يورين كتير ويشرب ميه كتير، تمام؟ بما ان ده شبه مريض السكر عشان كده سموه دايابيتس انسيبيدس. الحاجات الثانيه اللي بتعمل لك بوليوريا، السايكوجينيك بولي ديبيس هنتكلم عليها دلوقتي، ودراج ابيوز، تمام؟ ده اهم حاجات بتعمل لك بوليوريا، لكن في حاجات ثانيه طبعا بتعمل بوليوريا غير دول. الانفستيجيشن بتاعتك يا بي، انت عملت ايه يا بي؟ انت خليت اي دي اتش ما يشتغلش، فالميه نزلت بكميه كبيره جدا في اليورين. اول ما نزلت بكميه كبيره جدا في اليورين تركيز الصوديوم هيزيد فين؟ في البلازما. ليه؟ لانك انت رميت الميه وحوشت الصوديوم. لما رميت الميه وحوشت الصوديوم رفعت البلازما اوسمولاريتي. طب اليورين يا بيه عملت في ايه؟ العكس تماما. انت لما رميت الميه في اليورين بتاعه العيان خففت الصوديوم في اليورين بتاع العيان فقللت اليورين اوسمولاريتي، تمام؟ يبقى تاني خلي بالك الانفستيجيشن مهمه، انت هتزود تركيز الصوديوم في البلازما، هتزود البلازما اوزمولاريتي، هتقلل تركيز الصوديوم في اليورين بتاع العيان فهتقلل اليورين اوزمولاريتي. وده بيتاكده بتيست هنتكلم عليه الصفحه اللي جايه بالتفاصيل اللي هو ووتر ديبريفيشن تيست. طيب خلي بالك النقطه الاولى دي فيها سؤال، انت لو شكيت في عيان انه عنده دايابيتس انسيبيدس اول انفستيجيشن هتعملها البلازما اند يورين اوزمولاريتي، تمام؟ ليه بي دي اول انفستيجيشن؟ لانك انت لما هتلاقي بلازما اوزمولاريتي بتاعه العيان عاليه واليورين اوزمولاريتي بتاعه العيان واطيه ده اول خطوه في تشخيص الدايابيتس انسيبيدس. بتكونفيرم بايه؟ بالووتر ديبريفيشن تيست زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. طيب الارقام دي مهمه، الارقام دي حفظ، تمام؟ النورمال بلازما اوزمولاريتي من 270 ل 300، النورمال يورين اوزمولاريتي من 350 ل 1000، الارقام دي حفظ، تمام؟ لانه في الامتحان احيانا ما بيقولكش اليورين اوزمولاريتي زادت او اليورين اوزمولاريتي قلت، بيديها لك بالارقام. فانت لو مش حافظ النورمال مش هتقدر تعرف انت فين، انت زايد ولا قلل ولا انت وزن ذا نورمال رينج، تمام؟ خلي بالك يعني هنت ملاحظه كده خلي بالك منها، ان البلازما اوزمولاريتي الرينج بتاعها الرينج النورمال بتاعها فيري نارو من 270 ل 300، لكن اليورين اوزمولاريتي الرينج بتاعها واسع قوي، تمام؟ لان في حاجات كتير جدا بتاثر في اليورين اوزمولاريتي. طيب ما علينا، علاج العيان ده ايه يا بي؟ على حسب المشكله من فين. لو مشكله كرينيال اديله الهرمون اللي ناقص. اصل هو يعني ايه كرينيال دايابيتس انسيبيدس؟ كرينيال دايابيتس انسيبيدس يعني عيان ما عندوش الاي دي اتش، فحلها ايه؟ اديله اي دي اتش، ده مشكلته سهله، تمام؟ وطبعا خليه يشرب ميه كتير. انت ليه بتشرب ميه كتير؟ بس عشان يعوض الميه اللي بيفقدها عشان ما يدخلش منك في دي هايدريشن. طب يا بيه لو نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، لو نيفروجينيك ما تدوش اي دي اتش، ما هو ما عندوش مشكله في الاي دي اتش، الاي دي اتش عنده نورمال، امال المشكله عنده فين يا بيه؟ في الريسبتور. ادي له حاجه زي الاندوميسيسون والسايزاد، وخصوصا السايزاد بيستعمل كتير جدا. طب ايه فكره السايزاد يا بيه؟ السايزاد بيزود السنسيتايزيشن بتاعه الريسبتور للاي دي اتش، يخليه يستجيب لي احسن، فيزود لك الاكشن بتاع الاي دي اتش، تمام؟ لان خلي بالك انا زي ما قلت لك انك انت المشكله عندك، عشان ما تجيش وتلخبط تقول ايه ده سايزاد دايوريتك، انا ازاي هدي دايوريتك لعيان بيجيب ميه كتير؟ لا،
انت هنا ما بتديهوش على انه دايوريتك، انت هنا بتديه عشان تحسن الريسبونسيفنس بتاعت الريسبتور للاي دي اتش. تمام، اول ما الاي دي اتش يبتدي يشتغل حلو معاك يبتدي يحوش لك الميه في جسم العيان. طيب دي النقطه اللي بعد كده اللي انا قلتها لك، خلي بالك عشان هتلاقي فيها سؤال. العيانين بوست كرينيال اللي بيشيلوا بتويتر جلان، وده فيري كومن منهم، اللي هم بيدخلوا في دايبيس انسيبيدس. ليه؟ لانك انت شلت المخزن. طب هل يا بيه المشكله دي دائمه؟ لا، مؤقته. عشان كده only some patient will require long term ADH. نسبه قليله من العيانين اللي شالت البيتوتري هتحتاج انها تمشي عمرها كله على ADH. امال يا بيه باقي النسبه هتعمل ايه؟ مش هتديها ADH الا فتره صغيره قوي من حياتها. ليه؟ لانك انت بعد شويه انت فقدت المخزن، لكن انت ما فقدتش المصنع. المصنع اللي هو الهايبوثالامس، المصنع موجود. تمام، الهايبوثالامس لما هتلاقي نفسها بعد شويه ان المخزن بتاعها راح، هتبتدي ساعتها ترمي الاي دي اتش بصوره مباشره في دم العيان بدون اي حاجه خالص للبوستيريور بيتوتري بتاعت العيان. تمام، عشان كده المشكله بتاعت انك انت تشيل البوستيريور بيتوتري جلاند، تمام، ويحصل منها دايبيس ميليس، المشكله دي مؤقته وليست مشكله مزمنه عند العيان. طيب الووتر ديبريفيشن تيست، افهم معايا فكره الووتر ديبريفيشن تيست. الووتر ديبريفيشن تيست هو اكتر تيست بتابروف او بتكونفيرم بيه ان العيان ده فعلا عنده دايبيتس انسيبيدس. تمام، التست بيتعمل ازاي؟ ما اعتقدش انه ذو اهميه انك انت تعرف التست بيتعمل ازاي، بس هو فكرته انك انت هتخلي العيان ما يشربش ميه لمده 8 ساعات. تمام، وتطمن ان اليوريان بلادر بتاعت العيان فاضيه، يعني انت يفضي خالص اليوريان بلادر بتاعته وما يشربش ميه لمده 8 ساعات. تقعد كل 4 ساعات تقيس له بلازما اوزمولاريتي، وكل ساعتين تقيس له اليورين اوزمولاريتي. تمام، طيب بعد ال 8 ساعات هتعمل ايه؟ هتروح تدي له اي دي اتش. تمام، وبعد ما تدي له الاي دي اتش ابتدي قيس عند العيان اليورين فوليوم والاوزمولاريتي في الاثنين، في اليورين والبلازما. يعني انت قيست اليورين والبلازما اوزمولاريتي مرتين، مره والعيان ما بيشربش ميه، ومره بعد ما اديت العيان اي دي اتش. تمام، بص معايا يا بي، النورمال بيشنت. تمام، دلوقتي انت الارقام دي مش حافظ، ده مجرد توضيح بس. تمام، دلوقتي انت لو وزنك مثلا 66 ونص وابتدينا الساعه 8 الصبح، حلو، لما نوصل بعدها باربع ساعات وزنك هيقل نص كيلو نتيجه انك انت ما بتشربش ميه. طب ما ال 500 دول راحوا فين؟ 500 دول راحوا في الفلويد اللي انت بتطلعه من جسمك، سواء على يورين سواء على عرق سواء في النفس، الكلام ده كله. تمام، طيب بعدها باربع ساعات تاني هيبتدي وزنك كمان يقل شويه. ليه؟ لانك انت بتفقد فوليوم طبيعي من جسمك، بتفقد فلو طبيعيه من جسمك. تمام، طيب دلوقتي انت في الفتره دي من الساعه 8 الصبح للساعه 4 بعد الظهر اللي هو 8 ساعات خليت العيان ما يشربش ميه. اول ما انت منعت الميه عند العيان، ايه اللي حصل في البلازما اوزمولاليتي؟ زادت. طب ليه هتزيد؟ لان العيان ما بيشربش ميه، فتركيز الصوديوم في دمه هيزيد. فبلازما اوزمولاليتي في اول التيست كانت 285، بقيت 300، بقيت 304، وده شيء طبيعي لان العيان ما بيشربش ميه. تمام، طب اليورين اوزمولاريتي يا بي، ايه اللي هيحصل فيها؟ اليورين اوزمولاريتي عند العيان انت ابتديت في اول اليوم ب 110، بقيت 200، بقيت 240، بقيت 290، بقيت 310، بقيت 320، بقيت 340. اليورين اوزمولاريتي هي كمان عماله تزيد. هل ده متوقع؟ متوقع جدا، ما هو العيان ما بيشربش ميه. تمام، لما العيان ما يشربش ميه كميه الميه اللي في دمه هتقل، وكميه الميه اللي في اليورين هيقل. عشان كده انت لو تاخد بالك، لو انت قاعد اليوم كله ما تشربش ميه، لما تيجي تعمل حمام يورين بتلاقي اليورين بتاعك احمر جدا، مش احمر، لونه غامق قوي ومركز. فاهمني ليه؟ لانك انت هتجيب كميه يورين قليله بس مركزه. ليه؟ لانك انت ما بتشربش ميه اثناء اليوم كله. طب اليورين فوليوم يا بيه هيقل، واليورين فوليوم لما قل هو اللي رفع لك اليورين اوزمولاريتي، تركيز الصوديوم في اليورين بتاعك. يبقى ملخص التيست ده ايه، او الارقام دي ايه؟ طبعا هي مش حفظ، مجرد توضيح. وزنك هيقل وده شيء طبيعي، تركيز الصوديوم في دمك هيزيد، تركيز اليورين في دمك في اليورين بتاعك هيزيد. طب ليه تركيز الصوديوم في اليورين بتاعك هيزيد؟ لان اليورين فوليوم بتاعك هيقل، لانك انت ما بتشربش ميه كويس. ده النورمال. طيب تعال نشوف يا بيه، اول ما تدي العيان ده اي دي اتش، حلو، هو الاي دي اتش بيشتغل ازاي؟ الاي دي اتش بيشتغل كانتي دايوريتيك هرمون. تمام، خلي بالك انت اديته اي دي اتش وخليته يشرب ميه براحته، بيشتغل كانتي دايوريتيك هرمون. حلو، انتي دايوريتيك هرمون يعني هيعمل ايه؟ هيحوش الميه في جسم العيان. اول ما يحوش الميه في جسم العيان هيحصل ايه في البلازما اوزمولاليتي؟ هتقل.
طب ليه بيها هتقل؟ لانك الاي دي اتش حوش لك ميه بس ما حوشش صوديوم، فخفف تركيز الصوديوم في دمك فقلل لك البلازما اوزمولاريتي. طب في اليورين يا بيها هيعمل ايه؟ العكس تماما تماما تمام. يعني انت لو خدت بالك ان هنا بلازما اوزمولاريتي قلت لانك انت حوشت الميه فخففت تركيز الصوديوم. طب البلازما يا بيه اليورين يا بيه العكس، اليورين انت منعت اليورين انه ينزل، ما انت حوشته في جسم العيان، فبلازما اوزمولاريتي زادت جدا ب 810 تمام. طيب والفوليوم، بص الفوليوم بقى كام، بص الفوليوم بتاع العيان كام، 15. يعني العيان لما قعد 8 ساعات كامله ما يشربش ميه كان بيجيب 156، دلوقتي لما اخد حقنه اي دي اتش جاب 15، رقم لا يذكر. ليه؟ لانك انت كل الميه حوشتها في جسم العيان فقللت السيرم اوزمولاريتي ورفعت اليورين اوزمولاريتي. طيب اول نقطه يا بي، لو العيان اثناء الصيام، لو العيان اثناء الصيام اثناء الثمان ساعات اللي انت صومته لو البلازما اوزمولاريتي بتاعته زادت عن 305 كونفيرماتوري ان العيان عنده دايبيس انسيبيدس تمام. خلي بالك ثلاث حاجات جايين افهمهم معايا. النقطه الاولى، دلوقتي العيان ده لما بطل يشرب ميه تمام، ايه اللي حصل في السيرم اوزمولاريتي؟ بتزيد، بس زيد within the normal range اللي هو من 270 ل 300. يعني دلوقتي لو انت في اول يوم البلازما اوزمولاريتي بتاعتك 270 وبطلت تشرب ميه، فالصوديوم هيتركز في دمك، فالبلازما اوزمولاريتي بتاعتك هتزيد، لكن مش مسموح لها طول ما انت انسان طبيعي، مش مسموح لها تعدي ال 300. لو عدت ال 300 انت عندك دايبيتس انسيبيدس، لو عدت ال 300 انت عندك دايبيتس انسيبيدس تمام. طيب ده النقطه الاولى. لو اليورين اوزمولاريتي، طيب دلوقتي احنا شخصنا ان العيان اللي قدامك ده عنده دايبيتس انسيبيدس. النقطه الثانيه، العيان احتمال يبقى دايبيتس انسيبيدس بتاعه كرينيال، والاحتمال الثاني انه يبقى نيفروجينيك. ازاي تفرق ما بينهم؟ عن طريق انك انت بص على اليورين اوزمولاريتي بتاعه العيان. اليورين اوزمولاريتي بتاعه العيان قبل ما انت تديله الاي دي اتش تمام، اليورين اوزمولاريتي دلوقتي لو هو عنده، تخيل معايا لو هو عنده دايبيتس انسيبيدس، دايبيتس انسيبيدس يعني العيان ده عنده نقص في الاي دي اتش، فالاي دي اتش مش موجود تمام. لما مش موجود كل الميه بتنزل في اليورين، فاليورين اوزمولاريتي قليله قوي، اقل من 300 لان هو عنده دايبيتس انسيبيدس في الاساس. ما احنا قلنا النورمال يورين اوزمولاريتي من 300 ل 1000 تمام. فانت دلوقتي يا بي لان العيان ده عنده دايبيتس انسيبيدس فاليورين اوزمولاريتي بتاعته اقل من 300 لان كل الميه بتاعته بتنزل في اليورين. اول ما انت تدي له حقنه اي دي اتش اديت له الماده الناقصه بتاعته، اللي هيحصل الاي دي اتش ده هيشتغل، اول ما هيشتغل هيقفل لك المحبس، مفيش ميه هتنزل في اليورين، فاليورين اوزمولاريتي هتزيد جدا 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 فوق ال 800. يعني تخيل انت قبل ما تدي حقنه الاي دي اتش كان اقل من 300 لان كان عنده نقص في الاي دي اتش. اول ما انت يا بيه مديت له الماده الناقصه بتاعته البلازما اوزمولاريتي ضربت في السماء، وده دايجنوستيك لكرينيال دايبيتس انسيبيدس تمام. اما النيفروجينيك، لا لو انت العيان ده مشكلته في الكدني ان الكدني هي اللي مش بتستجيب للاي دي اتش، لو اديته اي دي اتش ولا الهواء مفيش اي استجابه او استجابه لا تذكر تمام. ليه؟ لان المشكله ما عندوش، المشكله اللي عنده مش في الاي دي اتش، العيان عنده نيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس، الاي دي اتش اللي في دمه نورمال، فانت حتى لو اديته اي دي اتش مش هيستفيد حاجه منه، هو مشكله عنده في الكدني تمام. يبقى تاني ازاي انت بتشخص الدايبيتس انسيبيدس؟ رقم واحد، لو السيرم اوزمولاريتي فوق ال 305 العيان ده عنده دايبيتس انسيبيدس تمام. احنا مش من الطبيعي خالص ان السيرم اوزمولاريتي بتاعتنا تزيد. طب ليه بيه العيان ده السيرم اوزمولاريتي بتاعته فوق 305؟ لان العيان ده بيفقد كل الميه بتاعته في اليورين، فتركيز الصوديوم في دمه بيزيد، فالسيرم اوزمولاريتي ابف النورمال تمام، فوق ال 305 تمام. طيب دلوقتي العيان ده عنده دايبيتس، السؤال الثاني اللي انت بتساله نفسك، العيان ده كرينيال ولا نيفروجينيك؟ ادي له اي دي اتش، لو اديت له اي دي اتش وتحسن ده كرينيال، لو اديت له اي دي اتش وما تحسنش ده نيفروجينيك. لو انت ابتديت ب 300 واديت العيان اي دي اتش وحصل انها زادت حاجه بسيطه قوي ما تذكرش، وخصوصا لو كانت اقل من 50% من الرقم اللي انت ابتديت بيه، ده نيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس تمام. طيب النقطه اللي بعد كده، في بعد كده مصطلح كده صغير، في حاجه اسمها برايمري بوليديبيسيا وبارشال بوليديبيسيا تمام. برايمري بوليديبيسيا لو اليورين اوزمولاريتي
فوق ال 800 من غير ما انت تدي العيان اي دي اتش وزود ديسموبرسين، يعني الاوزمولارتي اليورين بتاع العيان مركز، مركز جدا جدا جدا. طب معلش دقيقه واحده، دقيقه واحده. ايوه طيب معلش نكمل. بعد كده في مصطلح اسمه برايمري بوليديبيسيا او سايكوجينيك بوليديبيسيا. السايكوجينيك او برايمري بوليديبيسيا هو عيان بيشرب ميه كتير، عيان بيشرب ميه كتير تمام، واسمه سايكوجينيك لانها بتتشاف اكتر في عيانين سايكاتري وخصوصا عيان سكيزوفرينيا. ممكن عيان مع نفسه كده يشرب في اليوم 7 لتر او 8 لتر ميه تمام. طب العيان ده بيه ايه اللي هيحصل فيه؟ العيان ده اللي بيشرب ميه كتير تركيز البلازما اوزمولاريتي بتاعته قليله. طب ليه قليله يا بيه؟ قليله لانك انت هتخفف تركيز الصوديوم في دمه لانه بيشرب ميه كتير. طب اليورين بتاعه حلو، بيعمل يورين كويس تمام، فهتلاقي لو نورمال. لو احنا النورمال بتاعنا من 300 ل 1000 هو هتلاقيه مثلا 400 500 في الحدود دي تمام. طب العيان ده بيه هو ليه اتحط هنا؟ هل العيان ده عنده دايبيس انسيبيدس؟ لا ما عندوش دايبيس انسيبيدس، بس هو بيشبه عيانين دايبيس انسيبيدس. طب بيشبههم في ايه؟ ان العيان ده بيجيب يورين كتير وبيشرب ميه كتير. فانت تخيل مع عيان عيان باي بولر مثلا تمام، ماشي على الليثيوم، والعيان ده مره واحده لقيته بيعمل ميه كتير، اول حاجه تيجي في دماغك ان العيان ده دخل منك في نيفروجينيك دايبيس انسيبيدس، على اساس ان الليثيوم هو الموست كومن دراج اللي ممكن يعمل لك دايبيس انسيبيدس تمام. فتيجي يا بيه تبص على البلازما اوزمولاريتي بتاعت العيان ده هتلاقيها قليله. طب ماشي، طب ما هو دايبيس انسيبيدس برضه قليله، لما تيجي تبص على اليورين اوزمولاريتي بتاعته مش هتلاقيها عاليه تمام. لو انت تفتكر الدايبيس انسيبيدس انت كنت بتحوش الميه في دم العيان، لما تحوشوا الميه في دم العيان كان البلازما اوزمولاريتي قليله، اليورين اوزمولاريتي عاليه جدا فوق ال 1000 تمام، لانك انت حوشت الميه في دمه ومنعتها عن اليورين فرفعت اليورين اوزمولاريتي. لكن لان العيان ده بيشرب ميه كتير، لان العيان ده بيشرب ميه كتير ايه اللي حصل؟ البلازما اوزمولاريتي بتاعته قلت من الميه الكتير اللي هو بيشربها. طب اليورين اوزمولاريتي يا بي ايه اللي حصل؟ اليورين اوزمولاريتي بتاعته تمام ما قلتش، ما زادتش تمام. ليه ما زادتش؟ لان في ميه كتيره في دمه وميه كتيره في اليورين، قللت البلازما اوزمولاريتي وزودت اليورين اوزمولاريتي تمام. يبقى تاني عيان سايكوجينيك بوليديبيسيا ده عيان بيشرب ميه كتير جدا، لما بيشرب ميه كتير جدا بلازما اوزمولاريتي بتاعته هتقل لان تركيز الصوديوم في دمه هيقل تمام، فبالتالي اليورين اوزمولاريتي انت كنت متوقع ان في تغيرات في اليورين اوزمولاريتي بتاعته، لا اليورين اوزمولاريتي بتاعته within the normal range تمام. ليه؟ لان العيان ده بيزود الميه في دمه فبيقلل تركيز الصوديوم فبيزود البلازما اوزمولاريتي تمام. طب الدايبيس انسيبيدس، لا الدايبيس انسيبيدس عكس كده، الدايبيس انسيبيدس هو عيان تمام عنده اي دي اتش مش موجود او اي دي اتش ما بيشتغلش. لما يبقى عنده اي دي اتش مش موجود او اي دي اتش ما بيشتغلش تمام، ايه اللي هيحصل؟ العيان ده هيبتدي يا بيه الانتي دايوريتيك افكت بتاعه مش موجود، فيبتدي يفقد ميه كتير في اليورين بتاعه. لما يبتدي يفقد ميه كتير في اليورين بتاعته فقد الميه من البلازما، فتركيز الصوديوم في دمه زاد فبلازما اوزمولاريتي زادت، فتركيز اليورين في اليورين بتاعه، تركيز الصوديوم في اليورين حصل في ايه؟ قل، فاليورين اوزمولاريتي قلت لانك انت خدت الميه من دمه رميتها في اليورين بتاعه، وهكذا في النفروجينك مفيش فرق ما بينهم. الكرينيال والنفروجينيك الاثنين نفس الفكره، الاثنين انت رميت الميه من دم العيان رميتها في اليورين بتاعته فرفعت البلازما اوزمولاريتي قللت اليورين اوزمولاريتي تمام. طيب ايه اللي حصل بعد ما انت اديت الاي دي اتش؟ لو انت اديت الاي دي اتش في حاله كرينيال لابيس انسيبيدس اليورين اوزمولاريتي بتاعت العيان ابتدت تزيد معاك. ليه ابتدت تزيد معاك يا بيه؟ ابتدت تزيد معاك لانك انت ابتديت، لو انك انت ابتديت تحوش الميه في دم العيان تمام، لما ابتديت تحوش في دم الميه في دم العيان ساعتها ظبطت له البلازما اوزمولاريتي بتاعته بالظبط، ركزت الدم وخففت اليورين، ركزت الدم وخففت اليورين. طيب السيد عكسهم تماما هنتكلم عليها بعد شويه. طيب اعتقد الجمله المكتوبه هنا دي فيها خطا، لان هو كاتب لو اليورين اوزمولاليتي بتاعت العيان عدت ال 800 وزود ديسموبريسن ده برايمري بوليديبيسيا. اعتقد الجمله دي خطا، لان اليورين اوزمولاريتي بتاعت العيان اللي عنده برايمري بوليديبيسيا ما بتعديش ال 800
وليه ما بتعديش 800؟ لان العيان ده بيشرب ميه كتير، فعنده ميه كتير في دمه وعنده ميه كتير في اليورين. فاعتقد الجمله دي، اعتقد الجمله دي خطا، في حاجه خطا في الجمله دي، مش مكتوبه بطريقه صح. تمام. طيب يبقى لا، الجمله دي فيها خطا، الجمله دي فيها خطا، الجمله دي صح. يعني مثلا العيان ده نفس العيان اللي هو عنده بولي دي بيسيا، لو عيان بيشرب ميه كتير جدا تمام، واليورن اوزمولاريتي بتاعته ما بين 300 و 800، وده ممكن تشوفه في عيانين بولي دي بيسيا لانه بيشرب ميه كتير، فالسيرم اوزمولاريتي بتاعته قليله واليورن اوزمولاريتي بتاعته يعني افريج كده، بتبقى ناحيه ناحيه اللو سايد تمام. لو انت اديت العيان ده اي دي اتش، هل لو انت اديته اي دي اتش اليورين اوزمولاريتي بتاعته هتزيد؟ لا، لان اي دي اتش هيحوش لك ميه في السيرم، بس ستيل هو عنده ميه كتير تمام. العين ده بيشرب 8 لتر ميه في اليوم او 10 لتر ميه في اليوم، فانت حتى لو حوشت ميه في السيرم عن طريق الاي دي اتش اللي انت اديته له، ستيل اليورين اوزمولاريتي بتاعته مش هيعدي ال 800، مش هيزيد، على الرغم انك انت اديته اي دي اتش. عشان كده الجمله دي غلط، الجمله المكتوبه هنا غلط، الجمله دي صح، ان هو اليورين اوزمولاريتي بتاعته قليله، وحتى لما تدي له اي دي اتش برضه ستيل هتبقى قليله. وليه ستيل هتبقى قليله؟ تمام، عمرها ما هتعدي 800، لانك العيان ده عنده كميه ميه رهيبه جدا في جسمه تمام. فزي ما انت حوشت شويه في السيرم عن طريق الاي دي اتش، برضه ستيل هيبقى اليورين اوزمولاريتي بتاعت العيان قليله. طيب تاني عشان الحته دي بتلخبط تاني، بص ثبت اساسيات في دماغك عشان الدنيا تبقى سهله تمام. دلوقتي الاي دي اتش ده بيشتغل ازاي؟ نفهمها مع بعض بالراحه جدا، هي مجرد ما بتتفهم خلاص تمام. دلوقتي الاي دي اتش ده انتي دايوريتيك هرمون، انتي دايوريتيك هرمون ده بيقفل محبس الكدني، لما يقفل محبس الكدني يحوش الميه في جسم العيان. حلو. طيب الدايبيتس انسيبيدس مشكلته ايه؟ الدايبيتس انسيبيدس مشكلته ان الهرمون ده مش موجود، او موجود ما بيشتغلش، يعني في الحالتين مش موجود. لما يبقى مش موجود، المحبس بيتفتح، اول ما المحبس بيتفتح كل الميه بتنزل في اليورين بتاع العيان. وليه المحبس بيتفتح؟ لان الاكوا برين تشانل اللي المفروض بتعمل لك ري ابزوربشن للميه ميه مره تانية لجسمك مش هتبقى موجوده. طيب لما انت هتفقد ميه كتير جدا من جسمك، ايه اللي هيحصل؟ تركيز الصوديوم في دمك هيزيد، فالسيرم اوزمولاريتي هتعدي 300. ما هو السيرم اوزمولاريتي من 270 ل 300، السيرم اوزمولاريتي هتزيد هتعدي 300 تمام. واكتر رقم بيعتمدوا عليه رقم 305. لو السيرم اوزمولاريتي معديه 305 اكيد السيرم اوزمولاريتي بتاعتك عاليه. واعلى اكتر مرض بيزود السيرم اوزمولاريتي هو المرض ده، بس طبعا مش المرض الوحيد تمام، لان مثلا الهايبرجلايسيميا بتعمل كده، وزياده اي سوليس بيرفع سيرم اوزمولاريتي. طيب فالعيان ده السيرم اوزمولاريتي بتاعته هتزيد، طب اليورن ايه اللي هيحصل فيه؟ العكس تمام. العيان ده الميه كلها بتنزل في اليورن، لما الميه كلها تنزل في اليورن، اليورن اوزمولاريتي هتقل تمام. ليه؟ لان تركيز الصوديوم في اليورين بتاعه هيقل. هو اليورين اوزمولاريتي النورمال بتاعها كام؟ من 300 ل 1000. فالعيان بتاع الدايبيس انسيبيدس متوقع ايه في اليورين اوزمولاريتي بتاعته؟ اقل من 300. ليه اقل من 300؟ لانك انت رميت الميه كلها في اليورين، فخففت تركيز الصوديوم فقللت اليورين اوزمولاريتي تمام. طيب لو انت جيت تدي العيان ده اي دي اتش، لو هو كرينيال وعنده الاي دي اتش قليل الدنيا كلها هتتحسن. طب لو هو نيفروجينيك الدنيا مش هتتحسن، لان النيفروجينيك مشكلته في الريسبتور، ان الريسبتور مش شغال، وده ساعتها حله انك انت تدي له سايزايد تحسن سنسيتايزيشن بتاعت الريسبتور بتاعته تمام. طيب في عيان اسمه برايمري بولي دي بيسيا او سايكوجينيك بولي دي بيسيا. البرايمر بولي دي بيسيا هو عيان بيشرب ميه كتيره جدا تمام، بيشرب ميه كتير جدا، فبيجيب يورين كتير، لان هو عيان نورمال. انت طول ما انت لانك انت طول ما انت بتشرب ميه كتير فطبيعي انك انت هتجيب يورين كتير، فانت ساعتها هتشك ان العيان ده عنده دايبيس انسيبيدس، لان العيان ده ممكن يبقى باي بولر مثلا ماشي على ليثيوم. هتيجي تقيس اكتر حاجه تميز لك العيان ده لما تيجي تقيس له السيرم اوزمولاريتي بتاعته، هتلاقيها مالها قليله تمام. ده مستحيل يبقى دايبيس انسيبيدس. ليه؟ لان السيرم اوزمولاريتي بتاعته قليله. طب هي ليه بقيت قليله؟ بقيت قليله لان العيان ده بيشرب ميه كتير جدا تمام. لما بيشرب ميه كتير جدا عنده ميه كتير جدا في السيرم وعنده ميه كتير جدا في اليورين، فالسيرم اوزمولاريتي قلت واليورين اوزمولاريتي بقت افريج تمام، بقت في حدود يعني ناحيه اللو سايد كده 400 500 ناحيه اللو سايد تمام. طيب ده يا بي الحته دي او الجدول ده ملخص الكلام اللي فات تمام. النورمال بتاعنا
النورمال بلازما اوزمولاريتي من 300 من 270 ل 300، اليورين اوزمولاريتي بتاعنا في المتوسط فوق 600، بعد الاي دي اتش ما فيش اي تغيير عنيف هيحصل بعد الاي دي اتش، ستيل برضه اليورين اوزمولاريتي هيبقى فوق 600. طب ليه بعد الاي دي اتش ما حصلش تغيير رهيب؟ لان احنا كده كده كلنا ناس نورمال وكلنا عندنا اي دي اتش، فانت حتى لو اديته حقنه اي دي اتش مش هتعمل فيه تغيير عنيف المتوقع، تمام؟ طيب لكن يا بيه لو انت العيان ده سايكوجينيك بولي ديبيسيا، سايكوجينيك بولي ديبيسيا ده معناه عيان بيشرب ميه كتير جدا، لما بيشرب ميه كتير جدا تركيز السيروم اوزمولارتي هتقل لان عنده ميه كتير في السيروم. طب اليورين اوزمولارتي مش هتزيد، هتبقى ناحيه اللو سايد لانه عنده ميه كتير جدا في السيروم، عنده ميه كتير جدا في اليورين، فالسيروم اوزمولارتي هتقل، فاليورين اوزمولارتي هتبقى ناحيه اللو سايد. طب لو اديت العيان ده اي دي اتش يا بي، لو اديت العيان ده اي دي اتش اليورين اوزمولاريتي ممكن يزيد لك حاجه بسيطه. طب ليه؟ ما انت حوشت ميه في دمه ومنعت الميه عن اليورين. انت حوشت ميه في دمه لكن ما منعتش ميه عن اليورين. ليه؟ لان العيان ده بيشرب حوالي من 8 ل 12 لتر ميه في اليوم، فانت مستحيل الاي دي اتش يقدر يحوش 12 لتر ميه في دمه مهما حاول. فانت حتى لو اديته اي دي اتش وحوشت شويه ميه في دمه، السل العيان ده هيجيب يورين كتير. عشان كده اليورين اوزمولاريتي مستحيل تبقى مركزه. طيب عيان الكرينيال، عيان الكرينيا دايبيس انسبرس ده عيان عنده ما عندوش اي دي اتش، لما ما عندوش اي دي اتش بيعمل بوليوريا، بيجيب يورين كتير جدا، بيفقد الميه كلها في اليورين، تمام؟ فالسيروم اوزمولارتي هتزيد لان تركيز الصوديوم في دمه هيزيد، فاليورين اوزمولارتي هيقل، هيبقى اقل من 300. طب ليه هيقل قوي؟ ليه؟ اليورين بتاعه هيبقى مخفف، هيبقى مخفف لانه بيجيب يورين كتير جدا. طب لو اديت له اي دي اتش الدنيا هتتحسن، لو اديت له اي دي اتش الدنيا هتتحسن لانك انت اديت له الهرمون اللي ناقص. طب النفروجينيك؟ لا، النفروجينيك هو عنده اي دي اتش بس ما بيشتغلش، لما ما يشتغلش ال 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 الميه تنزل في اليورين، لما تنزل في اليورين تركيز الصوديوم في دمك هيزيد، فالسيروم اوزمولارتي هتزيد، اليورين اوزمولارتي هتقل، اليورين بتاعك هيبقى مخفف لانك انت بتجيب ميه كتير. طب لما تدي العيان ده اي دي اتش يا بيه مهم جدا مش هيتحسن. طب ليه مش هيتحسن؟ مش هيتحسن لان العيان ده الاي دي اتش عنده ما بيشتغلش، المشكله ما هياش عنده في كميه الاي دي اتش، لكن لان الاي دي اتش عنده في دمه ما بيشتغلش، تمام؟ ده ملخص الموضوع اللي فات، اعتقد بالجدول ده الدنيا اتلمت بصوره كبيره. طيب تمام، الدنيا كده واضحه؟ طيب بعد كده هند كده صغير، ورم احيانا بيطلع في دماغ الاطفال اسمه كرينيو فارنجيوما. الكرينيو فارنجيوما ده تيومر بيطلع من حاجه اسمها راسكاس باوتش، اللي هو الجزء اللي بيطلع منه بيتوتر جلاند. المهم التيومر ده بيطلع لك في البيتوتر جلاند، تمام، في السله تورسيكا. مشكله التيومر ده لما بيطلع بيعمل ديستراكشن للبيتوتر جلاند، تمام؟ طب يا بيه لما يعمل لك ديستراكشن في البيتوتر جلاند ايه المشكله اللي هتحصل؟ هتفقد الهرمونات بتاعت البيتوتر جلاند. ما تنساش ان البيتوتر جلاند بيطلع منها اهم خمس هرمونات في منتهى الاهميه، بتطلع لك الجروس هرمون، بيطلع لك اي سي دي اتش، ال اتش، اف اس اتش، البرولاكتين. فالهرمونات دي مهمه جدا خصوصا في الاطفال. دلوقتي تخيل معايا، هو التيومر ده بيتشاف اكتر في الاطفال، تخيل معايا طفل حصل عنده ديستراكشن في البيتوتر جلاند، هيحصل عنده ايه يا بيه؟ بان هايبو بيتوتريزم. يعني ايه بان هايبو بيتوتريزم؟ يعني كل الهرمونات اللي هتطلع من البيتوتر جلاند هتبقى قليله، تمام؟ طب انت ايه اكتر هرمونين بيهموك في الولد ده؟ واحد الجروس هرمون، اثنين اف اس اتش ولا ال اتش؟ الجروس هرمون هيقل جدا، فانت متوقع العيل ده ايه؟ مش هيكبر، تمام؟ مش هيكبر. ليه مش هيكبر؟ لانك انت فقدت فيه هرمون النمو بتاعه. طب ايه الهرمون الثاني المهم جدا؟ ال اتش والاف اس اتش. ال اتش والاف اس اتش لما هيقلوا، تمام، هتلاقي الولد ده هيحصل عنده ماركت ديلي في البيوبرتي بتاعته، لان ما تنساش ان ال اتش والاف اس اتش هي اللي بتنشط بعد كده التستس، وهي اللي بتطلع لك بعد كده التستوستيرون، تمام، بيطلع من التستس عشان بعد كده تظهر على الولد علامات الذكوره بتاعته، تمام. طيب حله ايه؟ طبعا ده تيومر بيتشال سيرجيكالي. يبقى تاني كرينيو فارنجيوما هو عباره عن كالسيفايد سيستيك تيومر بيطلع من بيتوتر جلاند، بيطلع من بقايا حاجه اسمها ريمينانس اوف كرينيو فارنجيال داكت، تمام. التيومر ده مشكلته بيعمل ايه؟ بيعمل ديستراكشن للبيتوتر جلاند، بيطلع اكتر في الولاد من البنات، تمام. في الاول الولد ده ما بيبقاش عنده اعراض عنيفه الا لما التيومر بيكبر قوي، لما بيكبر قوي بيبتدي بقى يجي لك باعراض زياده الانترا كرينيال تنشن، صداع عنيف، ممكن يحصل له باي تمبر هيمانوبيا زي ما كنا قلنا قبل كده في الاوفثالمولوجي، نوزيا، بومتنج، الكلام ده كله، مورني هيد، الكلام ده، تمام. طيب حلها ايه؟ زي ما قلت لك طبعا الولد ده اكتر مشكلتين فيه، واحد مش هيكبر كويس، اثنين ديليد بيورتي. مش هيكبر كويس لانك انت فقدت الجروس هرمون، ديليد بيورتي لانك انت فقدت الاف اس اتش والال اتش. اول ما بتيجي تعمل له سي تي بتلاقي فيه كالسيفيكيشن في السوبرا
سيلدر، تورسيكا، تمام، المكان بتاع بتوترجلان، تمام. خلي بالك ان البتوترجلان بصفه عامه ما بتتشافش حلو بالسي تي، انت احسن انفستيجيشن على الاطلاق تعملها لاي حاجه انت عايز تشوفها بتوترجلان اعمل ام ار اي، تمام، لان سيلا تورسيكا بصفه عامه ما بتتشافش حلو في السي تي، علاجه ايه؟ جراحه. بعد كده هنسيب موضوع الهايبوكاليميا وزوت هايبرتنشن، لان ده تجميعة امراض لازم نبقى واخدين الامراض الاول، بعد كده هنرجع نقراه كله، بس هنرجع نقراه في اخر شابتر اندوكراين. طيب بعد كده هنتكلم عن هنبتدي من اول جملة الادرينال جلاند. طيب الادرينال جلاند او سوبرارينال جلاند، تمام، هي جلاند بتبقى موجودة فوق الكدني. الجلاند مهمه جدا لانها بتطلع لك ثلاث هرمونات في منتهى الاهميه. الجلاند بصفه عامه بتتقسم لجزئين، حاجه اسمها الكورتكس وحاجه اسمها المظله، تمام. الكورتكس بتتقسم للثلاث اماكن، زونا جلومرولوزا وزونا فاسيكيولاتا وزونا ريتيكولارس. زونا جلومرولوزا دي اعلى حته في الكورتكس، ودي بتطلع لك هرمون الدستيرون. زونا فاسيكيولاتا دي بتطلع لك هرمون كورتيزون. زونا ريتيكولارس بتطلع لك هرمونات سكس هرمونز، تمام. طيب بعد كده الادرينال المضله، الجزء التحتاني من سوبرارينا جلاند، تمام، ده بيطلع لك كاتيكولامين، الادرينالين والنور ادرينالين، تمام. فده تقسيمه السوبرارينا جلاند. السوبرارينا جلاند بتتقسم جزئين، الكورتكس والمضله. الجزء ده اللي هنا اللي هو كاتبه هنا ده الجزء بتاع الكورتكس. الجزء بتاع الكورتكس بيتقسم لثلاث حتت، الجلومرولوزا فاسيكيولاتا ريتيكولارس، من بره لجوه جلومرولوزا فاسيكيولاتا ريتيكولارس. الجلومرولوزا بتطلع لك هرمون الدستيرون، فاسيكيولاتا بتطلع لك هرمون الكورتيزون، والريتيكولارس بتطلع لك السكس هرمونز اللي هو اهمهم الاندروجين. الاندروجين اقوى فورم من الاندروجين اسمه داهيه، دي اتش اي اي، دي هيدرو ايبي اندروستينيديون، هنتكلم عليه برضه، تمام. طيب في يعني في ملخص كده بيسموها الجيفر اي سي دي، الجيفر اي سي دي، تمام. الجي اللي هي جلومرولوزا بتطلع ايه اللي هو الدستيرون، السي الاف فاسيكيولاتا بتطلع كورتيزول، الار ريتيكولارس بتطلع ديهيدرو ايبي اندروستينيديون. تعالى بيها نتكلم عن واحد واحد، تمام. خلي بالك انك انت ممكن يطلع لك تيومر من اي حته من الثلاثه دول، او حتى من الادرينال المضله اللي هو الجزء الثاني بتاع سوبرارينا جلاند. نتكلم عن اول منطقه فيهم اللي هو الزونا جلومرولوزا. الزونا جلومرولوزا بتطلع لك الالدستيرون، تمام. الالدستيرون اهم وظيفه ليه اتكلمنا عنه قبل كده في الكارديو، اهم وظيفه ليه انه بيرفع لك ضغطك، تمام، عن طريق ما يسمى بالرينين انجيوتنسينوجين الدستيرون سيستم. لما ضغطك بيبتدي يقل شويه بيبتدي يطلع كميه كبيره من الرينين، تمام. الرينين هو في حد ذاته بيرفع الضغط، تمام، من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه بيعمل لك اندايركت اكشن عن طريق ان هو بيزود في دمك كميه الالدستيرون. الالدستيرون بيعمل ايه يا بيه؟ قلنا كذا مره الكلام ده قبل كده، الالدستيرون بيحول صوديوم وبيرمي بوتاسيوم، بيحوش صوديوم وبيرمي بوتاسيوم، تمام. لما يحوش صوديوم بيحوش مع ميه، لما يحوش صوديوم وميه يبتدي يرفع لك ضغطك، تمام. طيب تخيل معايا عيان حصل انه الحته او الزونة جلومرولوزا بتاعته حصل فيها هايبر بليزا او طلع فيها تيومر، فالعيان ده هيطلع في دمه كميه كبيره جدا 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 من الالدستيرون. فايه من البرزنتيشن بتاعت العيان ده بيه؟ هايبرتنشن، هايبرتنشن. طب ليه هايبرتنشن؟ لان الالدستيرون هيبتدي يحوش كميه كبيره من الصوديوم في دم العيان فيبتدي يدخله في هايبرتنشن، تمام. طب هي هايبرتنشن بس؟ لا، هايبرتنشن معاه حاجتين. ايه الحاجتين دول؟ هايبوكاليميا والكالوزيس. طب ليه هايبوكاليميا والكالوزيس؟ تمام، لان انا لسه قايل لك ان العيان ده قصاد انه بيحوش صوديوم في دمه، قصاد انه بيحوش صوديوم في دمه في الكدني، تمام، قصاد انه يعمل ري ابزوربشن للصوديوم لازم يرمي حاجتين، يرمي بوتاسيوم ويرمي هيدروجين. الكلام ده قلناه في البيزك ساينس. لما يرمي هيدروجين، لما يرمي بوتاسيوم يدخل عيان في هايبوكاليميا، لما يرمي هيدروجين يدخل عيان في الكالوز. فالعيان بتاع الكون سيندروم، الكونز اللي هو مصطلح البرايمري هايبر الدوستيرونيزم، عيان عنده كميه كبيره جدا من الالدستيرون، وكلمه برايمري يعني مش سكندري الحاجه، مش سكندري لزياده الرينين، وهقولها لك بعد شويه، تمام. فالعيان ده عنده كميه كبيره جدا من الالدستيرون في دمه، لما يبقى عنده كميه كبيره جدا من الالدستيرون في دمه يبتدي يحور صوديوم، وده الاكشن بتاعه، وعشان يحور صوديوم قصاده لازم يرمي بوتاسيوم ولازم يرمي هيدروجين، تمام. حتى كلمه كونز سندروم هو اسمه كونز، تمام، كونز افتكر ان
يعني بيصر ان هو بيحوش صوديوم NN كونز، تمام؟ بيحوش صوديوم. لما بيحوش صوديوم يا بي بيرمي هيدروجين وبيرمي بوتاسيوم، يرمي لك بوتاسيوم في اليورين بتاع العيان يدخل العيان في هايبوكاليميا، يرمي هيدروجين في دم العيان يدخل لك العيان في الكالوزيس. طيب وهايبر ناتريميا، طبعا هايبر ناتريميا هي اللي عملت هايبرتنشن. طيب طب ثواني يا بي، دلوقتي انت ليه قلت ان العيان ده برايمري؟ يعني ايه كلمه برايمري؟ دلوقتي ايه اكتر حاجه بتطلع الدستيرون في جسمنا؟ اكتر حاجه بتطلع الدستيرون في جسمنا حاجه اسمها رينين انجيوتنسينوجين الدستيرون سيستم. حلو. يعني ايه الكلام ده يا بي؟ يعني المفروض ان في هرمون اسمه الرينين. الهرمون ده لو زاد بيزود الالدستيرون. حلو. طب يا بي لو الالدستيرون زاد نتيجة زيادة الرينين ده اسمه سكندري. يعني ايه سكندري؟ يعني الالدستيرون مش زايد من نفسه، الالدستيرون في حاجة من بره هي اللي زودته، ده الرينين. طب هل في الكون سندروم الرينين بيزيد؟ لا، القصة ملهاش علاقة خالص بالرينين. امال ليها خاصة بمين؟ بالمصنع. ان المصنع اللي بيزود بيطلع الالدستيرون قرر انه يطلع كمية كبيرة جدا من الالدستيرون، تمام؟ فعشان كده اسمه برايمري. يعني ايه برايمري؟ ما هوش سكندري للرينين. ده مش ما هوش سكندري بس يا بي، ده الرينين هيقل في دم العيان. طب ليه هيقل في دم العيان يا بي؟ نيجاتيف فيدباك. مش انت المفروض ده بيطلع ده، فده لما يطلع يرجع على ده يعمل له نيجاتيف فيدباك، تمام؟ انت اي هرمون بينشط هرمون تاني، الهرمون التاني بيرجع على الهرمون الاولاني يعمل له نيجاتيف فيدباك، تمام؟ عشان تكنترول الكميه اللي بتطلع عندك، وده حاجه بتحصل في كل الهرمونات اللي بتطلع من جسمنا، تمام؟ مفيش هرمون بيرجع اللي بيطلعه يعمل له بوزيتيف فيدباك، كلهم بيرجعوا عليهم يعملوا لهم نيجاتيف فيدباك. فانت لما يبقى عندك كميه كبيره جدا من الالدستيرون الرينين بيبقى في الارض. وخلي بالك قللان الرينين دي مهمه جدا في تشخيص الكون سندروم، لانك انت ممنوع انك انت تقول كون سندروم في عيان عنده زياده في الرينين، لان العيان ده لو عنده زياده في الرينين ده مش برايمري، ده سكندري هايبر الدستيرونيزم. سكندري لايه؟ لزياده الرينين. طيب نقراها مع بعض. ده الكون سندروم. يبقى تاني الكون سندروم هو عيان عنده حاجه اسمها برايمري هايبر الدوستيرونيزم، عنده زياده في الالدستيرون. الالدستيرون وظيفته ايه في الجسم؟ اهم وظيفه في الالدستيرون انه بيرفع الضغط بتاعنا، تمام؟ طب بيرفعها ازاي يا بيه؟ عن طريق انه يحوش صوديوم. طب ازاي بيحوش صوديوم؟ يبقى يحوش صوديوم قصاد انه بيرمي في الكدني بتاعتك بوتاسيوم وهيدروجين، تمام؟ طيب خلي بالك ان الكون سندروم في البراكتس كتير جدا. اي شاب صغير يجي لك بريزيستنت هايبرتنشن، وخصوصا لما يبقى عنده هايبرتنشن وزهايبوكاليميا، تمام؟ هايبرتنشن وزهايبوكاليميا كون سندروم انتل بروت اذروايز من اهم الامراض اللي تعمل لك هايبرتنشن وزهايبوكاليميا. طب ليه هايبوكاليميا؟ لان الالدستيرون اللي حوش لك صوديوم رمى قصاده بوتاسيوم في دم العيان، تمام؟ طيب ده بيعمل لك ما يسمى بالبرايمر هايبر الدستيرونيزم او اسمه تاني كونز سندروم. طيب المشكله جايه من فين؟ من ادرينا جلاند نفسها. ايه اللي حصل في الادرينا جلاند؟ الخلايا اللي بتطلع لك، وده موسكو من باثولوجي في الكون سندروم، ان الخلايا اللي بتطلع لك الدستيرون عددها زاد جدا، حصل فيها ما يسمى بالهايبر بليزيا. لما حصل فيها هايبر بليزيا بقى عددها كبير جدا، تمام؟ فابتدت تطلع كميه كبيره جدا من الالدستيرون. في بعض العينين تانيين لا، منطقه الزونه جلومرولوزا بيبتدي يطلع فيها تيومر، يطلع فيها ادينوما، تمام؟ فيبتدي يطلع لك كميه كبيره من الالدستيرون، بس ده قليل. الموست كومن باثولوجي هايبربليزيا، يعني ايه هايبربليزيا؟ بس مجرد زياده في عدد الخلايا. طيب النقطه اللي بعد كده، انت بتشك في كونز. بتشك في كونز اول حاجه لو حاجه خاصه بالضغط بتاعه، لو هو ستيج 1 هايبرتنشن يعني اكتر من 160 على 100، لو هو ستيج 2 هايبرتنشن او دراج ريزيستنت هايبرتنشن. هل يا بي اي حد بيجي بستيج 1 او ستيج 2 او دراج ريزيستنت هايبرتنشن، هل اي واحد من دول العيان ده على طول انت بتقول عليه ان هو عنده كونز سندروم؟ لا، بس حاجه من الحاجات اللي انت بتدور عليها هو الكونز سندروم، تمام؟ طيب الحاجه الثانيه لو هايبرتنشن معاها حاجه ثانيه. يعني ايه هايبرتنشن معاها حاجه ثانيه؟ هايبرتنشن معاها هايبوكاليميا او هايبرتنشن معاها ادرينال انسيدنتالوما. يعني ايه ادرينال انسيدنتالوما؟ ادرينال انسيدنتالوما معناها ماس موجوده على الكدني، تمام؟ اسيدنتالوما يعني ماس موجوده في السوبر رينا جلاند. طب هي دي بتخوفك؟ لا، في الغالبيه العظمى من العيانين اللي بيطلع عندهم اكسيدنتالي ديسكفرد ماس في السوبر رينا جلاند ما بتبقاش ليها اي 30 نسبه،
تمام. كتير مننا عندنا على فكره بيبقى عنده ماس صغيره موجوده في سوبر رينال جلاند نون فانكشننج، ملهاش اي 30 لازمه. لكن انت لما تربط الحدوته ببعض وتلاقي العيان ده اللي عنده ماس في الادرينال جلاند تمام عنده هايبرتنشن، وتيجي تقيس له الالدستيرون في دمه تلاقيه عالي، يبقى غالبا الماس دي فانكشننج تمام، وساعتها محتاجه انها تتشال تمام. لكن لو انت ماس موجوده في شخص اكسيدنت ديسكفر ماس، لقيت مثلا ماس موجوده على الادرينال جلاند بتاعته حجمها 2 سم 3 سم وقست الهرمونات في دمه لقيتها طبيعيه والعيان نان سيمتوماتيك، طز ولا بتعمل لها اي حاجه تمام. طيب النقطتين الاخرى حاجه خاصين بعيله العيان. لو العيان عنده عيله العيان ناس كتير جدا بيجي لهم الضغط او بيجي لهم ستروك في سن صغير تمام، لا او ناس كتير وخصوصا قرايب الدرجه الاولى عندهم برايمري هايبر الدوسترونيزم تمام، يبقى دي الحاجات اللي ممكن تدور فيهم على كونت سندروم. يبقى الثلاثه الاولانيين خاصين بالضغط ستيج 1، ستيج 2 دراج ريزيستنت هايبر تنشن، النقطتين الثانيين هايبر تنشن مع حاجه، هايبر تنشن مع هايبوكاليميا او هايبر تنشن مع ادرينال ماس، او عيله العيان. عيله العيان ناس كتير عندهم الضغط او ما او جالهم ستروك في سن صغير او قرايب درجه اولى متشخصين ان عندهم كون سندروم. مره تانية ايه الكون سندروم ده؟ الكون سندروم زونا جلومرولوزا موجوده في السوبر رينال جلاند ابتدت تطلع لك كميه كبيره جدا من الالدوستيرون. طب يا بيه لما ابتدت تطلع كميه كبيره جدا من الالدوستيرون ابتدى يعمل لك ايه؟ ابتدى يحوش صوديوم في دم العيان، وقصاد انه يحوش صوديوم ابتدى يرمي بوتاسيوم وهيدروجين. لما ابتدى يحوش صوديوم عمل العيان صوديوم ووتر ريتينشن فدخل العيان في هايبر تنشن، لما ابتدى يرمي بوتاسيوم ابتدى يرمي هيدروجين، البوتاسيوم هايبوكاليميا الهيدروجين الكالوز تمام. عشان كده خلي بالك اول حاجه تخليك تشك ان العيان قدامك عنده كونز لازم هايبر تنشن مع هايبوكاليميا، هايبرتنشن مع هايبوكاليميا تمام. ما ينفعش خالص تبقى كيسه هايبرتنشن مع هايبركاليميا وتروح دماغك للكونز، ما ينفعش تمام. الالدستيرون قصاد انه يحوش صوديوم لازم يرمي بوتاسيوم في دم العيان، لازم يرمي بوتاسيوم في دم العيان. طيب الانفستيجيشن كلها لوجيك، السيروم الالدستيرون بتاع العيان هيزيد فالرنين هيقل. طب ليه هيقل؟ لان في نيجاتيف فيدباك تمام، وانت اساسا خلاص مش محتاج الرنين، العيان ده ضغطه عالي. الرنين واحده من اهم الوظائف بتاعته انه بيرفع لك الضغط، فشيء طبيعي انك انت عشان الالدستيرون عالي والضغط بتاع العيان عالي انت مش محتاج الرنين في حاجه، وحتى لو احتاجته الالدستيرون كافي انه يعمل له نيجاتيف فيدباك تمام. بعد كده انت لقيت الهرمونات في دم العيان عاليه، دور على مصدر الهرمونات دي. مصدر الهرمونات دي جايه من فين يا بيه؟ جايه من الادرينال جلاند تمام، جايه من السوبر رينال جلاند. فانت ساعتها بتدور على السوبر رينال جلاند لا اما بالسي تي لا اما بالام ار اي، او ممكن تاخد حاجه اسمها ادرينال فين سامبلنج. يعني ايه ادرينال فين سامبلنج؟ دلوقتي ادي الادرينال جلاند تمام، الادرينال جلاند بتصب الدم بتاعها في الفين، خد عينه من الفين ده وتقيس فيه ايه؟ تقيس فيه الالدستيرون، وده الموس سبيسيفيك تيست لو انت تقدر تعمله تمام. ليه؟ هتلاقي الالدستيرون هنا عالي جدا، لان خلي بالك انت الادرينال جلاند بعد ما هتطلع الالدستيرون بترميه في الفينا سيس، بترميه في الدم تمام. فانت لما تيجي تاخد عينه من الدم ده هتلاقي فيها نسبه الالدستيرون عاليه جدا. علاجه ايه؟ كتيومر، لو في تيومر موجود هتضطر انك انت تشيله تمام. وغير كده بتعالج العيان سيمتوماتيك. يعني ايه سيمتوماتيك؟ العيان ده عنده ضغط عالي، اديله حاجه للضغط، اعمل له اعمل له نفس اللايف ستايل بالظبط بتاع الهايبرتنشن، اهمها السولت ريستريكشن تمام، او تدي حاجه زي السبيرونولاكتون. اشمعنى السبيرونولاكتون؟ انت عارف كويس جدا السبيرونولاكتون بيقفل الالدستيرون ريسبتور، لما تقفل الالدستيرون ريسبتور كانك خليت الالدستيرون ما يشتغلش تمام. لو في تيومر هتضطر انك انت تدخل العيان ده اوضه العمليه. طيب مفهومه كده؟ الكون سندروم واضح؟ هو سهل جدا على فكره. عيان ابتدى يطلع في دمه كميه كبيره جدا من الالدستيرون، الالدستيرون اكشن بتاعه الوحيد يحول صوديوم يرمي بوتاسيوم، يحول صوديوم يرمي بوتاسيوم، يحول صوديوم يرمي بوتاسيوم تمام. بس اهم حاجه عشان تقول كونز الرينين لازم يبقى قليل. خلي بالك لو الرينين عالي ده مش كونز، لو الرينين عالي ده مش كونز تمام. لو الرينين عالي ده معناه ان ده سكندري هايبر الدوسترونيزم وليس برايمري هايبر الدوسترونيزم. وشرط اساسي للكونز ان المشكله تبقى في السوبر رينا جلاند، يعني يبقى برايمري من سوبر رينال وليس سكندري لمشكله مثلا في الكدني او مشكله في الـ في الـ في الـ في الرينال فين او حاجه زي كده تمام. طيب اوكي، طيب الجزء اللي جاي كله جزء بتاع الكورتيزون ده اتشرح بتفاصيل في الفارماكولوجي، فايه رايك يا دكتور نعيده تاني ولا لا؟ هو اتشرح كل الجزء بتاع الكورتيزون اللي هو صفحه ونص اللي جاي اتشرحوا كلهم بالتفاصيل في الفارما.
اللي هو تقسيمة الكورتيزون والسايد افكت بتاعته. فنعيدها تاني ولا؟ هو فعلا هو جزء كله مكرر بالنص، ما فيهوش اي حاجه جديده. تقسيمه الكورتيزون بالسايد افكت بتاعته هو كله بالنص، ما فيهوش ولا جمله جديده خالص. هو تيبيكال كوبي بيس بالظبط من الجزء اللي احنا خدناه في شابتر فارماكولوجي. طيب هناخد بعد كده الكوشنج سيندروم. حتى بس عايزين نفهمها كده مع بعض الاول قبل ما اقول لك الكوشنج سيندروم. تمام اوكي، مفيش مشكلة. الكوشنج سيندروم، خلي بالك انت في حاجة في دماغ العيان اسمها هايبوثالاموس. الهايبوثالاموس بتنشط حتة اسمها البيتوتري. البيتوتري بتنشط الادرينال جلاند. طب ثواني يا بي، الهايبوثالاموس بتنشط ازاي البيتوتري؟ عن طريق هرمون اسمه السي ار اتش. تمام، اول ما بتنشط البيتوتري بتطلع هرمون اسمه الاي سي تي اتش. هرمون اس تي اتش ده بيطلع من البيتوتري جلاند. هرمون اس تي اتش المفروض ينزل على الادرينال جلاند بتاعتنا، على الزونه فاسيكولاتا بتاعتنا، يطلع كورتيزون. تمام، ده التسلسل الطبيعي. خلي بالك هو مش بينشط بس تطليع الكورتيزون، هو بينشط تطليع الكورتيزون ومعاه كمان الدستيرون. طيب اي هرمون من دول بعد ما بيطلع بيرجع يعمل نيجاتيف فيدباك. انا قلت لك خلي بالك ان اي هرمون في جسمنا بعد ما بيشتغل بيرجع يعمل نيجاتيف فيدباك على الهرمون اللي طلعه او على الاورجن اللي عمل له ستيميوليشن. يبقى تاني الهايبوثالاموس بينشط البيتوتري، بيطلع عن طريق سي ار اتش. البيتوتري بتبتدي تطلع اس تي اتش، الاس تي اتش ده يطلع ينزل على الادرينال جلاند، ينشط الادرينال جلاند، يطلع منها كورتيزون. الكورتيزون يرجع يعمل نيجاتيف فيدباك على الاس تي اتش، والاس تي اتش يرجع يعمل نيجاتيف فيدباك على السي ار اتش. تمام، طيب يعني ايه كوشنج؟ كوشنج هو عيان عنده زياده عنيفه جدا 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 في مستوى الكورتيزون. ايه اللي يزود الكورتيزون قوي كده؟ حاجه من الاثنين، لا اما مشكله في الادرينال جلاند نفسها. يعني مثلا تخيل لو تيومر طلع من الخلايا اللي بتطلع كورتيزون، فابتدى عيان يبقى عنده كميه عنيفه جدا من الكورتيزون. تمام، بسبب مشكله في الادرينال جلاند نفسها. حلو، طب العيان ده بي ايه اكتر حاجه بتميزه؟ العيان ده بتطلع كميه كبيره جدا من الكورتيزون من الادرينال جلاند. هل اس اتش ليه دعوه؟ لا. طب اس اتش لو انت قسته في العيان ده هتلاقيه ماله؟ في الارض. ليه في الارض؟ يعني قليل جدا. ليه قليل جدا؟ بسبب النيجاتيف فيدباك. ده اول سبب للكاشنج، وده اقل سبب فيهم على فكره. تمام، تاني ان المشكله تبقى في الادرينال جلاند. الادرينال جلاند بيطلع كميه كبيره جدا من الكورتيزون. تمام، فساعتها تعمل لك اعراض زياده الكورتيزون او ما يسمى بالكاشنج. تمام، طب يا بيه لما انت طلعت كميه كبيره جدا من الكورتيزون، ده اسهل واحد بتشخصه قيس كميه الاس دي اتش في دمه. لما تيجي تلاقي تقيس الاس دي اتش في دمه هتلاقيها قليله جدا. ليه بيت قليله جدا؟ بيت قليله جدا لانك انت عملت نيجاتيف فيدباك على العيان. تمام، ده الاحتمال الاولاني. طب الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني للادرينال جلاد نفسها المشكله مش فيها، هي متاثره بحاجه من بره. يعني ايه متاثره بحاجه من بره؟ يعني العيان في دمه كميه كبيره جدا من الاس تي اتش. طب الاس تي اتش اللي في دم العيان بكميه كبيره جاي من فين؟ من حاجه من الاثنين، لا اما جاي من البيتوتري، لا اما جاي من حاجه اسمها اكتوبيك. يعني اكتوبيك يعني مش من البيتوتري، من مكان تاني غير البيتوتري. يعني في الحالتين سواء جايه من البيتوتري او جايه من مكان تاني غير البيتوتري، في الحالتين العيان عنده كميه كبيره من الاي سي اتش. الاي سي اتش كميتها كبيره هتنزل على الادرينال جلاند، هتبتدي تنشط الادرينال جلاند وتطلع كميه كبيره جدا من الكورتيزون. تمام، طب ايه المكان التاني المشهور جدا اللي بيطلع اي سي اتش غير البيتوتري؟ التيومرز. ايه اشهر تيومر؟ اللنج كانسر. تمام، اشمعنى يا بيه اللنج كانسر اشهر نوع بيعمل كده؟ السمول سيل لانج كارسينوما، بيعمل حاجه اسمها بارا نيوبلاستيك فيتشرز. تمام، يعني ايه بارا نيوبلاستيك فيتشرز؟ بارا نيوبلاستيك فيتشرز يعني اعراض بسبب هرمونات بتعمل اعراض ما لهاش علاقه بالتيومر الموجود في اللنج. وده كلام كنا شرحناه قبل كده في عيان الشيست. يعني من الاخر يا بي، ايه اسباب الكوشنج؟ حاجه من ثلاثه، لما بتويتري بتطلع كميه كبيره من اي سي اتش فبتنشط البيتوتر، بتنشط ادرينال جلاند، او اكتوبيك بس برضه بيطلع اي سي اتش فبتنشط بيتوتر جلاند، او مشكله من البيتوتر جلاند نفسها. تمام، خلي بالك ان رقم واحد ورقم اتنين، يعني لو مشكله من البيتوتري او مشكله من اللنج، من تيومر في اللنج، في الحالتين الاي سي اتش عالي جدا.
لكن الوحيد الـ ACH ما بيبقاش عالي هو الـ non ACTH dependent. يعني ايه non ACTH dependent؟ يعني مشكلة من adrenal gland بتاعت العيان. تمام. طيب ده تقسيمه الكوشنج. يبقى تاني يا بي، الكوشنج فيه تقسيمه، حاجه اسمها اي سي اتش ديبندنت وفي حاجه اسمها اي سي اتش نون ديبندنت. نمسح بس الكلام ده. الاي سي اتش ديبندنت واحد الكوشنج، الكوشنج ديسيز، خلي بالك اللي هو عيان بتبقى بتوتر جلاند بتاعته طالع منها تيومر، التيومر بيطلع كميه كبيره جدا من الاي سي اتش فتبتدي تنشط الادرينال جلاند بتاعته. او الحاجه الثانيه اكتوبيك اي سي اتش. يعني ايه اكتوبيك اي سي اتش؟ يعني اي سي اتش كتير بس مش طالع من الادرينال، من البيتوترا جلاند. امال طالع من فين؟ طالع من مكان ثاني. اشهر مكان ممكن بيطلع كده السمول سيل لان كانسر از ابارن نيوبلاستيك فيتشر. طيب يبقى تاني خلي بالك زي ما قلنا ان في ثلاث اسباب للعيان يدخل في اعراض الكاشنج. السببين الاولانيين اللي هم العلاقه بالاي سي اتش، كميه اي سي اتش كبيره جدا في دم العيان ده جايه من مكان من الاثنين، لما جايه من بيتويتري وده الموست كومن سورس، او جايه من اكتوبيك. اكتوبيك يعني ايه؟ مصدر ثاني ابتدى يطلع في دم العيان كميه كبيره من الاي سي اتش ولكنه ليس البيتويتري. اشهر مثال لكده السمول سيل لان كانسر كجزء من البارانيوبلاستيك فيتشرز بتاعتها بتبتدي تطلع لك في دم العيان كميه كبيره جدا من الاي سي اتش. طيب العيان علاجه ايه؟ دلوقتي انت لما بيبقى عندك تيومر موجود في البيتوتري جلاند تمام؟ وده الموست كومن كوز بتاع الكاشنج سيندروم. ايه المين تريتمنت؟ جراحه. المين تريتمنت طول ما هي حاجه في البيتوتري، تيومر في البيتوتري جراحه تمام؟ جراحه زي بي ثابته. كل عمليات البيتوتري، كل اورام البيتوتري، اي عمليه عايز تعملها من البيتوتري بتشيلها من مناخيره. بتشيلها من مناخيره، بتشيلها من مناخير العيان تمام. حاجه اسمها ترانس اسفينودال ابروتش. يعني ايه ترانس اسفينودال ابروتش؟ يعني بتدخل من مناخير العيان وبتوصل للبيتوتري وبتبتدي تشيلها. طب دلوقتي يا بي لو افترضنا ان العيان عنده كوشي والعيان ده نوت فيت فور سيرجري، ممكن ساعتها تستعمل له دواء من الاثنين، لا اما دواء اسمه كيتوكونازول، لا اما دواء ثاني اسمه متريابون تمام. اوريك الدوايين دول بيشتغلوا ازاي. بص ده الالجوريزم بتاع تصنيع الكورتيزون تمام. انت من اول بتبتدي من اول خطوه اللي هي خطوه الكوليسترول وبتبقى ماشي 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 لغايه ما تصنع في الاخر الكورتيزون بتاع العيان تمام. الكيتوكونازول بيشتغل ازاي؟ الكيتوكونازول بيعمل انهبيشن لحوالي 5 انزيمز في الطريق. يعني بيعمل انهبيشن للخطوه دي، بيعمل انهبيشن للانزيم ده، انهبيشن للانزيم ده، انهبيشن للانزيم ده، انهبيشن للانزيم ده تمام. فهو خلي بالك بيقلل لك تصنيع حاجات كتير. هو بيعمل انهبيشن حتى من اول خطوه اللي هي اول خطوه من تصنيع الكوليسترول تمام. فهو هيوقف لك البصوي من هنا، فبالتالي البصوي ده كله مش هيمشي فما فيش تصنيع للكورتيزون. ده الدواء الاولاني اسمه كيتوكونازول تمام. كيتوكونازول ده في الاساس انتي فانجل دراج، طبعا هتاخد منه السايد افكت بتاعته. طيب الدواء الثاني اللي اسمه ميتي رابون تمام. الميتي رابون ده بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن لانزيم اسمه 11 بيتا هيدروكسيديز. ال 11 بيتا هيدروكسيديز ده اللي كان الخطوه اللي قبل الاخيره في تصنيع الكورتيزون. يعني من الاخر يا بالكيتوكونازول بيوقف لك اول خطوه في التصنيع، الميتو بيرابون ده بيوقف لك اخر خطوه في تصنيع الكورتيزون تمام. في الحالتين سواء انت هتستعمل ده او هتستعمل ده، في الحالتين السيرم كورتيزون بتاع العيان هيبتدي يقل معاك تمام. بس خلي بالك الميزه الحلوه بتاعت الميتي رابون ان هو الاكشن بتاعه اسرع شويه من الكيتوكونازول. طيب هنت كده صغير ان العيانين، في بعض العيانين للاسف حتى بعد ما بيدخلوا عمليات وانت تشيل التيومر اللي عندهم ممكن يحصل ريكارنس للتيومر ده، بتحصل بنسبه 20-30%. احتماليه الريكارنس بتزيد جدا ان التيومر يرجع تاني للعيان، خصوصا لو كان حجم التيومر في الاساس كبير، كان ماكرو ادينوما. كلمه ماكرو ادينوما هي تقسيمه كانت قديمه بطلوا يستعملوها في الوقت الحالي كتير، الى اقل من 10 ملم ولا اكتر من 10 ملم. لو هي ادينوما اقل من 10 ملم بيبقى اسمها مايكرو، لو اكتر من 10 ملم بيبقى اسمها ماكرو ادينوما. طيب نفس الكلام مفيش، هو لو اكتوبيك اي سي اتش بيبقى طالع اكتوبيك، يعني طالع من مكان غير البيتوتري جلاند. ايه اشهر مكان؟ 50-75%، يعني حوالي 3 ارباع حالات الاكتوبيك اي سي اتش بتبقى طالعه من السمول سيل لانج كانسر تمام، وال 25% بتبقى طالعه من اي مكان تاني. يبقى تاني لو الهرمون طالع من مكان تاني غير البيتوتري ده اسمه اكتوبيك
75% من حالات الاكتوبيك بتبقى طالعه من السمول سيل لانج كانسر. طيب بعد كده في حاجه اسمها اي سي تي اتش اندبندنت. يعني ايه اي سي تي اتش اندبندنت؟ اي سي تي اتش اندبندنت يعني عيان عنده كميه كبيره جدا من الكورتيزون في دمه لكن مش معتمد على الاي سي تي اتش، مالهاش علاقه بالاي سي تي اتش. ايه اشهر سبب لكده؟ اللي انا قلت لك المشكله من البيتوتري جلاند نفسها. انت عندك الهايبوثالاموس بتنشط البيتوتري والبيتوتري بتنشط الادرينال جلاند، تمام؟ البيتوتري بتنشط الادرينال جلاند عن طريق الاي سي تي اتش، سواء الاي سي تي اتش ده جاي من البيتوتري او سواء جاي باكتوبك، في الحالتين هيشتغل على الادرينال جلاند. طيب لو افترضنا يا بي ان الادرينال جلاند نفسها طلع منها تيومر، سواء كان بيناين تيومر، سواء كان كانسر، سواء كان هايبر بليزي، ايا كان نوع التيومر اللي طلع في البيتوتري جلاند، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل هيطلع في دم العيان كميه كبيره جدا من الكورتيزون. هل الكورتيزون اللي طلع ده معتمد على الاي سي اتش؟ بالعكس، الاي سي اتش في دم العيان ده هيبقى قليل، تمام؟ الاي سي اتش في دم العيان ده هيبقى قليل بسبب النيجاتيف فيدباك. ليه مش معتمد عليه؟ لان هو الادرينا جلاند من نفسها طلع منها تيومر، طلع منها سواء بيناين او مالجن تيومر، ابتدى يطلع لك كميه كبيره جدا من الكورتيزون. طيب في اسباب تانية الاي سي اتش اندبندنت زي الياتروجينيك استرويد. يعني ايه؟ يعني دلوقتي يا بيه لو عيان بياخد كورتيزون بفتره بجرعه كبيره او فتره كبيره، تمام؟ ساعتها هيدخل في اعراض في اعراض الكوشنج. طب هل العيان ده يا بيه الكورتيزون اللي زايد في دمه ده نتيجه مشكله عنده، نتيجه اي سي اتش زاد عنده؟ لا، ده بسبب اقراص كورتيزون انت اللي بتديها للعيان، تمام؟ طيب بقيه الاسباب زي الكارني كومبلكس ده بيطلع اورام كتير من ضمنها الكاردياك ماكزوما، المايكرونوديولار ادرين هايبربليزيا، مش مهمه. طيب بعد كده الحاجه الثالثه اللي ممكن تعملها كوشنج حاجه اسمها سودو كوشنج. يعني ايه سودو كوشنج؟ هو عيان عنده زياده في الكورتيزون في دمه، تمام؟ برغم ان العيان ده ما عندوش زياده في الاي سي تي اتش، عشان كده بيسموه سودو كوشنج. ايه اشهر سبب بتعمل لك كده؟ الالكول. طب الالكول يا بيه ازاي بيزود الكورتيزون في دم العيان؟ عن طريق حاجه من الاثنين، تمام؟ عن طريق حاجه من الاثنين. لما الطريق الاولاني انه بيقلل تكسير الكورتيزون في الليفر، تمام؟ ده بيحصل في الادفانسد ستيج بالذات. العيان ده لما بيبقى بيشرب كحول لفترات كبيره جدا، تمام؟ تكسير الليفر بتاعه بيبقى الفانكشن بتاعته بتبقى امبيرد على اللونج تيرم، فتكسير الكورتيزون نفسه هيبتدي يقل. فلما هتقلل تركيز الكورتيزون، الكورتيزون هيبتدي يزيد في دمه. ده سبب اولاني. في ميكانيزم تاني ممكن عن طريق الالكول يزود لك كورتيزون في دم العيان، عن طريق انه يطلع سي ار اتش. ايه السي ار اتش ده؟ السي ار اتش ده الهرمون اللي كان المفروض يطلع من هايبوثالاموس، تمام؟ الهرمون ده بيطلع من الهايبوثالاموس فينشط البيتوتري، فالبيتوتري اتنشط بتنشط الادرينال جلاند. فانت لما تطلع سي ار اتش من الهايبوثالاموس هتنشط البيتوتري، فالبيتوتري تنشط الادرينال جلاند، تمام؟ طب هل يا بيه العيان ده عنده كوشنج حقيقي؟ لا، تمام. هل عنده كوشنج حقيقي؟ لا، القصه كلها مرتبطه بالالكول. بمجرد ما العيان ده يبطل كحول الكورتيزون هيرجع يتكسر والسي ار اتش هيبتدي يرجع للنورمال ليفل بتاعه والاعراض كلها تختفي بالكامل، تمام؟ طيب الحركه دي او السودو هاي نشطب بس الكلام ده. طيب السودو كوشنج سندروم بتعمل لك حاجه اسمها فولس بوزيتيف اوفر نايت ديكساميثازون، افهمها معايا تحت لما نشرحها مع بعض. يبقى تاني يعني ايه سودو كوشنج؟ سودو كوشنج هو عيان عنده زياده في الكورتيزون فيجي لك باعراض الكوشنج، تمام؟ هل العيان ده عنده فعلا تيومر من البيتوتري؟ لا. هل عنده اكتوبيك اي سي تي اتش؟ لا. هل عنده تيومر طالع من ادريان جلاند؟ لا. هل هو بياخد كورتيزون؟ لا. امال ايه اللي دخله في الكوشنج؟ ان الالكول خلى تكسير الكورتيزون يقل وزود لك السي ار اتش في دم العيان فزود لك الكورتيزون في دم العيان، تمام؟ القصه كلها زي ما قلت لك مرتبطه بالكحول. طيب بعد كده حاجه اسمها نيلسون سندروم. هنت كده سريعا نيلسون سندروم، تمام؟ نيلسون سندروم هو عباره عن زياده رهيبه في الاي سي تي اتش بتاع دم العيان بعد ما انت شلت الادرينال جلاند. طب هل الكلام ده منطقي؟ الكلام ده منطقي جدا. ليه؟ دلوقتي ادي الهايبوثالاموس وادي البيتويتري وادي الادرينال جلاند. المفروض البيتويتري بتنشط الادرينال جلاند عن طريق هرمون الاي سي تي اتش، حلو؟ فتطلع دي كورتيزون. طب دي بعد ما تطلع كورتيزون ترجع تعمل نيجاتيف فيدباك. طيب لو افترضنا عيان شايل ادرينال جلاند، ايه اللي هيحصل؟ مفيش نيجاتيف فيدباك. لما ما يبقاش في نيجاتيف فيدباك الاي سي تي اتش هتزيد جدا، وده ما يسمى بالنيلسون سندروم. النيلسون سندروم هو عيان عنده زياده في الاي سي تي اتش بعد ما شال ادرينال جلاند. والكلام ده على فكره لوجيك جدا، لانك انت لما شلت الادرينال جلاند
تمام، ما فيش نيجاتيف فيدباك، فالاس تي اتش هيعلى في السماء، بيزيد جدا، بيوصل لارقام عاليه قوي، وده بيتشاف في حوالي 30% من العيانين اللي بيشيلوا الادرينال جلاند بتاعتهم. تمام، زي ما قلت لك سببها ايه؟ سببها انك انت لوست النيجاتيف فيدباك من الادرينال جلاند. الكوشنج سيندروم الانفستيجيشن بتاعته، اولا الكوشنج بيعمل نفس الحركه بالظبط بتاعه الالدوستيرون، الاثنين فكرتهم حاجه واحده. تمام، الالدوستيرون كان بيعمل ايه؟ بي الالدوستيرون كان بيحول صوديوم في دم العيان. ليه بيحول صوديوم في دم العيان؟ عشان يرفع لك الضغط. لما الالدوستيرون يعمل كده، ما بالك من الكورتيزون؟ الكورتيزون واحد من الاستريس هرمونز المهمه جدا، اللي هي واحده من اهم وظائفها انه بيرفع لك الضغط العيان. تمام، فانت العيان ده هيعمل ايه بيه؟ نفس الفكره، العيان ده عنده كميه كبيره جدا من الكورتيزون في دمه، هيبتدي يحوش صوديوم. لما يحوش صوديوم يدخل في صوديوم ريتينشن، فصوديوم ووتر ريتينشن، فهايبرتينشن. تمام، طب يا بيه لما يحوش صوديوم بيحوش صوديوم على حساب ايه؟ على حساب البوتاسيوم وعلى حساب الهيدروجين، نفس الحركه بالظبط اللي عملها لك الالدوستيرون. عشان كده عيانين الكوشنج بيبقى معاهم هايبرناتريميا، هايبرتينشن، هايبوكاليميا، الكالوزيس. هتقول لي طب ما كده يا بيه بقى شبه الكون سندروم؟ لا، الكوشنج سهل جدا انك انت تفرقه، لان الكورتيزون، لان الالدوستيرون الوظيفه الوحيده اللي بيعملها انه بيرفع لك الضغط، لكن الكورتيزون مش كده، الكورتيزون بيأثر على الجسم بالكامل، وده انت شفته بنفسك في السايد افكت بتاعت الكورتيزون. تمام، الجزء اللي فوق اللي احنا قلنا شرحناه في الفارما. فالعيان ده جسمه بالكامل بيتغير، بيبقى عنده بقى وشه مدور وريديستربيوشن في الفات وبافلو هامبو، السكن بتاعه رفيع واستراية قلب على السكن بتاعه، وبيأثر على عظمه، بيأثر على البون، بيأثر على الكلام كله. تمام، فعشان كده الكورتيزون مختلف عن الالدوستيرون في الحته دي، قصه ما هياش هايبرتنشن بس. تمام، بيأثر تقريبا على الجسم بالكامل، لكن الالدوستيرون مش كده، الالدوستيرون هو اخره بيرفع لك الضغط، اخره بيرفع لك الضغط. تمام، طيب زي ما قلت لك الكورتيزون برضو بيرفع الضغط عن طريق نفس الميكانيزم اللي عمله الالدوستيرون، يحوش صوديوم يا بيه، فقصاد انه يحوش صوديوم لازم يرمي قصاده بوتاسيوم وهيدروجين. لما يرمي بوتاسيوم يجي لك العين بهايبوكاليميا، لما يرمي هيدروجين العين يجي لك بميتابوليك الكالوزيس. طيب التستات اللي بتكونفيرم كوشنج، ركز معايا في الحته اللي جايه دي عشان حته مهمه جدا 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 جدا. تمام، ازاي بتشخص الكوشنج؟ ده اول خطوه، والخطوه الثانيه ازاي تعرف ايه نوع، ايه سبب الكوشنج اللي عند العيان. تعال نمسكها خطوه خطوه. الخطوه الاولى ازاي تشخص ان العيان ده عنده كوشنج او عنده زياده كورتيزون في دمه. الموست سنسيتيف تيست واهم تيست حاجه اسمها ديكسا ميسازون سبريشن تيست. ديكسا ميسازون سبريشن تيست يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي احنا اي حد مننا بيطلع في دمه كميه معينه من الكورتيزون. تمام، طيب لو انت خدت كورتيزون من بره، افراز جسمك الطبيعي للكورتيزون ماله هيقل. ليه هيقل؟ لان خلاص مش محتاج. تمام، يعني انا لو اديتك كورتيزون من بره، افراز جسمك للكورتيزون هيقل جدا، لان كل احتياجاتك من كورتيزون انا اديتها لك من بره. وده اللي انت بتعمله في العيان ده. انت بتيجي يا بيه للشخص نورمال، مثلا لو افترضنا شخص نورمال، هتدي له بالليل 1 ملغ اوفر نايت ديكساميثازون، اديت له كورتيزون بالليل. تمام، واديته اقوى نوع من انواع الكورتيزون اللي هو ديكساميثازون. تمام، ايه اللي هيحصل يا بيه لو الشخص ده نورمال؟ خلي بالك، لو الشخص ده نورمال افرازات الكورتيزون في دمه هتقل، هتبقى اقل من 50 نانو ملي مول. تمام، نانو مول. تمام، هيقل اقل من 50. حلو، طب ليه يا بيه افرازات الكورتيزون قل جدا؟ لانك انت اخذت كورتيزون من بره. طب يا بيه لو العيان ده عنده كوشنج، لو العيان ده عنده كوشنج ايه اللي هيحصل؟ الكورتيزون مش هيقل عنده. تمام، او لو قل هيقل حاجه بسيطه جدا لا تذكر. طب ليه؟ ده العيان ده عنده تيومر. هل انت متوقع بالجرعه الصغيره اللي انت اديتها، انت اديت العيان ده حاجه اسمها لو دوز. تمام، هل انت متوقع باللو دوز اللي انت اديتها؟ تمام، لو احنا افترضنا مثلا عيان ده عنده تيومر طالع من البيتوتر جلاند، فالبيتوتر بتطلع اس ال اتش، بتنشط ادرينا جلاند، بتطلع كورتيزون. تمام، هل انت متوقع بالجرعه الصغيره اللي اديتها دي هتقدر تعمل نيجاتيف فيدباك على التيومر وما يطلعش اس ال اتش؟ مش هيحصل. تمام، يبقى تاني اول حاجه ازاي هشخص كاشنج، انك انت تدي جرعه صغيره من الكورتيزون لو دوز ديكساميثازون. تمام، لو انت اديت اللو دوز، لو انت شخص طبيعي افراز الكورتيزون في دمك هيقل، لكن لو انت عندك كاشنج افراز الكورتيزون في دمك مش هيقل. والرقم ده الكات اوف بوينت في منتهى الاهميه 50، افتكر الرقم 50. تمام، لو انت الكورتيزون افرازاته في دمك بيتقل من 50
نانو مول بير ليتر، تمام، يبقى ده معناه انك انت شخص نورمال. لو ما قلتش عن كده يبقى قلت حاجه بسيطه، يبقى ده معناه انك انت عندك كاشنج. طيب ده التفرقه ما بين الشخص الطبيعي وما بين الشخص اللي عنده وما بين الشخص اللي عنده كاشنج. طيب في بس هنا هنت صغير، ان الديكساميثازون نفسه بيتكسر عن طريق سيتوكروم بي 450، تمام. واني نوع من انواع سيتوكروم بي 450 قلناها في الفارما، خلي بالك ان سيتوكروم بي 450 ده مجموعه انزيمز موجوده في الليفر. النوع منهم اللي بيكسر الديكساميثازون هو سيتوكروم بي 450 3 اي 4، ده سب تايب من سيتوكروم بي 450، تمام. طيب الانزيم ده بيكسر الديكساميثازون، طب فين المشكله يا بيه؟ المشكله يا بيه ان في حاجات بتعمل اندكشن للانزيم ده، افتكر معاي الفارما، تمام. طب انت لو عملت ستيميليشن للانزيم ده ايه اللي هيحصل في الديكساميثازون؟ هيتكسر، تمام، هيتكسر. طب يا بيه لما هيتكسر ايه اللي هيحصل؟ كميه الكورتيزون اللي في دم العيان هتقل. طب ليه كميه الكورتيزون اللي في دم العيان هتقل؟ لانك انت لو العيان ده مثلا بياخد كحول على سبيل المثال، تمام، فانت بالكحول منشط الانزيم اللي هيكسر الديكساميثازون، تمام، والديكساميثازون ده ما هو الا كورتيزون، تمام. فانت دلوقتي يا بيه ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي انت اديت العيان ده ديكساميثازون وبعدها رحت قست كميه الكورتيزون اللي في دمه، تمام. انت لما اديته ديكساميثازون، معلش دقيقه واحده، ايوه معلش، طيب نكمل، انا اسف، نكمل. طيب يبقى العيان ده يا بيه ايه اللي حصل؟ العيان ده بيشرب كحول، انت اديته ديكساميثازون، صح؟ انت متخيل ان الديكساميثازون المفروض في الناس الطبيعيه كان هيعمل انهيبيشن لافراز الكورتيزون من جسمه، تمام، ولو عنده كاشنج كان مش هيقدر يقلل الكورتيزون في جسمه. الديكساميثازون قبل ما يشتغل انت كسرته بالانزيم اللي بيكسره اللي هو سيتوكروم بي 450، انت نشطت السيتوكروم بي 450 فتكسر الديكساميثازون قبل ما يشتغل، قبل ما يعمل انهيبيشن للكورتيزون اللي في دم العيان. فانت جيت بعد كده، جيت تاني يوم قست نسبه الكورتيزون بتاعت العيان لقيتها عاليه، ما قلتش، يبقى ساعتها انت رحت اعتقدت خطا ان العيان ده عنده كوشنج. تاني بالراحه، هو احنا دلوقتي ازاي كنا بنفرق ما بين الناس النورمال وما بين الناس اللي عندهم كوشنج سيندروم، تمام؟ الناس النورمال لما تديهم كورتيزون بالليل افراز الكورتيزون في جسمهم بيقل، الناس اللي عندهم كوشنج لما انت بتديهم كورتيزون بالليل افراز الكورتيزون اللي في جسمهم ما بيقلش، تمام؟ طب انت عملت الحركه دي ازاي؟ عن طريق ان انا اديت العين بالليل ديكساميثازون. طب تخيل لو انت اديت العين ديكساميثازون وقبل ما الديكساميثازون ما يشتغل اتكسر. مين كسره؟ سيتوكروم بي 450 قبل ما يشتغل. هو رايح واخد طريقه ناحيه البيتويتري عشان يعمل لها انهيبيشن عشان ما تطلعش اي سي اتش عشان تقلل لك الانترنال او الاندوجينس سكريشن بتاع الكورتيزون بتاعك، راح اتكسر. راح ساعتها الانهيبيشن بتاع الكورتيزون برودكشن في جسم العيان ما قلش، يبقى انت ساعتها اعتقدت خطا ان العيان ده عنده كوشنج، وده يفسر لك ليه الالكول بيعمل لك سودو كوشنج، تمام. يبقى ليه الالكول بيعمل لك سودو كاشنج؟ لسببين، اولا هيرفع لك الكورتيزون في دم العيان، فهيجي لك العيان باعراض الكاشنج فانت تفتكره كاشنج، تروح تعمل له التيست بتاع الكاشنج يطلع بوزيتيف. يطلع بوزيتيف، تمام؟ يبقى ساعتها انت اتاكدت ان العيان فعلا عنده كاشنج، عنده كورتيزون في دمه زياده، والكورتيزون اللي في دمه زياده ده ما قلش لما انت اديت ديكساميثازون، ساعتها انت بتحلف ان العيان ده عنده كاشنج، هو العيان ما عندوش كاشنج ولا حاجه، القصه كلها قصه الالكول اللي هو بياخده، تمام؟ طيب النقطة اللي بعد كده، طيب خلي بالك ان كلمة لو دوز معناها انك انت بتدي العيان حوالي 1 ملي جرام. تاني التست بيتقال لك مرة تانية انك انت اوفر نايت انت بتدي العيان بالليل 1 ملي جرام ديكساميثازون والصبح بتقيس الكورتيزون في دمه، تمام. لما تقيس الكورتيزون في دم العيان هتلاقي ان الكورتيزول كونسنتريشن بأقل من 50 نانو مول. ليه بقى قليل؟ لانك انت الكورتيزون اللي انت اديته للعيان عمل انهيبيشن للانترنال برودكشن بتاعت الكورتيزون عنده، وده شخص نورمال. امال يا بيه لو انا اديت العين بالليل كورتيزون وجيت تاني يوم قست الكورتيزون في دم العين الصبح ولقيته ما قلش، ده كوشنج، تمام. ده النقطه الاولى، تمام. طيب امتى بقول على التيست ان ده بوزيتيف؟ بقول على التيست ان ده بوزيتيف لما ادي العين بالليل كورتيزون والكورتيزون اللي في دمه ما يقلش عن 50 نانو مول، يبقى ده ساعتها هايلي سجستيف اوف كوشنج،
تمام. طيب ده الطريقه الاولى بيه. في طريقه تانية انك انت تقيس كميه الكورتيزون اللي في اليورين بتاع العيان خلال 24 ساعه، بتقعد 3 ايام كل يوم تجمع كميه الكورتيزون اللي في اليورين بتاع العيان على مدار 24 ساعه، تمام، عن طريق تجميع يورين 24 ساعه، بعد كده بتقيس كميه الكورتيزون اللي فيها. الحركه دي بتعملها في حاله لو انت مش قادر تعمل السبريشن تيست، تمام، لان السبريسيف تيست هو الموست سنسيتيف تيست، تمام. طيب انت ليه بتقيس على مدار 3 ايام؟ ليه بتقيس على مدار 3 ايام؟ لان زياده الكورتيزون في دم العيان بتبقى ترانزيانت، ما تبقاش مستمره معاه على طول، فانت بتقيس 3 ايام ورا بعض عشان بس السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي بتاعتك تبقى عاليه. ما بتلجاش للتيست ده الا في حاله لو انت مش قادر تعمل الاوفر نايت ديكساميثازون سبريشن تيست. ده مش كده وبس، ده انت حتى لو التيست ده طلع معاك عالي، يعني لو الكورتيزون في اليورين بتاع العيان طلع معاك عالي، بيفضل انك انت حتى بعدها تو كونفيرم بالديكساميثازون سبريشن تيست، تمام. طب هو الكورتيزون في اليورين بتاع العيان ليه عالي؟ شيء طبيعي، عيان عنده كوشنج، عنده كميه كبيره جدا في الكورتيزون في دمه، فشيء طبيعي ان هيبقى عنده زياده في كميه الكورتيزون في اليورين بتاعه. لكن التيست ده السنسيتيفيتي بتاعته قليله، ده من ناحيه. من ناحيه تانيه التيست ده غالي جدا على فكره، حركه انك انت تقيس او تجمع كورتيزون 24 ساعه وتقيس كميه كورتيزون في اليورين، تيست غالي ما هوش رخيص. طيب النقطه اللي بعد كده، لو عيان يا بيه عنده كورتيزون كتير في دمه والاس تي اتش قليل وفي ادرينال ماس في السي تي، ده من غير ما يقول لك اس تي اتش قليل. لو عيان عنده 24 اور عنده كورتيزون عالي في دمه وكورتيزون عالي في اليورين والاس تي اتش قليل، ده اكيد مشكله جايه من الادرينال جلاند. ليه؟ الوحيده الاس تي اتش معاها قليل، لانك انت لو بتتكلم عن كوشنج من البيتوتري ولا كوشنج من الاكتوبيك، في الحالتين اس تي اتش بيبقى عالي. الوحيد الاس تي اتش بيبقى قليل ادرينال. طب ليه يا بيه؟ لان ادرينال جلاند عندها نيجاتيف فيدباك، سواء الكورتيزون ده طالع من الادرينال جلاند او حتى الكورتيزون لو العيان بياخد كورتيزون من بره، تمام. فلو عيان يا بيه الكورتيزون في دمه عالي وكورتيزون في اليورين عادي والاي سي تي اتش قليل وكمان في ادرينال ماس في السي تي، ده اكيد مشكله طالعه من ادرينال جلاند، سواء كان بقى ادينوما سواء كان كانسر ايا كان هو ايه. طيب النقطه الثانيه دلوقتي يا بيه، ركز معايا، انت في الاول عملت تيست اسمه لو دوز، خلي بالك لو دوز ديكساميثازون سبريشن تيست. اللو دوز ديكساميثازون سبريشن تيست فايدته ايه؟ بيفرق لك ما بين الناس النورمال وما بين الناس الكاشنج، ما بين النورمال والكاشنج، تمام. لو انت نورمال كورتيزون في دمك هيقل، لو انت كاشنج كورتيزون في دمك مش هيقل. طيب العيان طلع كاشنج، كاشنج يعني ايه يا بيه؟ كاشنج يعني العيان عنده زياده في الاي سي تي اتش. الزياده في الاي سي تي اتش دي هي اللي مزوده الكورتيزون. ثواني يا بيه، اصل هو اكيد الاي سي تي اتش عالي، الاي سي تي اتش مش قليل، ما هو لو الاي سي تي اتش قليل خلاص اتحلت، هي ادرينا جلاند لان الوحيد الاي سي تي اتش بيبقى معاها قليل. طيب اي سي تي اتش عالي، العيان عنده كاشنج، الاي سي تي اتش السؤال الثاني اللي بتساله نفسك، اي سي تي اتش ده طالع من فين؟ طالع من فين؟ من مكان من الاثنين، لا اما من بيت وتري، لا اما من التيومر من اللنج بتاعته. ازاي تفرق ما بينهم؟ مهم جدا 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 بالهاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست. الهاي دوز بيعمل ايه؟ الهاي دوز بيعمل انهبيشن للي متعود انه يتعمل له انهبيشن. مين؟ البيتوتري جلاند. البيتوتري جلاند طول عمرها بتستجيب للكورتيزون، ولما انت بتدي كورتيزون بتعمل انهبيشن ليها، تمام. طب ما ليه ما تعملهاش انهبيشن في اللو دوز؟ ما تعملهاش انهبيشن في اللو دوز لان البيتوتر جلاند بيت قويه جدا بسبب التيومر، فانت عشان تعمل لها انهبيشن محتاج هاي دوز. امال يا بيه لو الاي سي تي اتش ده طالع من اللنج بتاعه العيان، مش هيتعمل له انهبيشن. اللنج بتاعه العيان عمرها في حياتها ما كان متعوده ان حد يعمل لها انهبيشن لو ده تيومر، تمام. لو تيومر طالع من اللنج، التيومر مش متعود انه يتعمل له انهبيشن من مكان، ما عندوش الريسبتور اساسا بتاعه الكورتيزون اللي يشتغل عليها ويعمل فيها انهبيشن. المتعوده وفيها ريسبتور كورتيزون يرجع ويشتغل عليها هي البيتوتري، لان البيتوتري طول عمرها بتطلع اس تي اتش وطول عمرها متعوده ان الكورتيزون يرجع عليها ويشتغل على الريسبتور ويعمل لها نيجاتيف فيدباك. لكن التيومر الموجود في الكيدني في اللنج بتاعه العيان مش متعود على القصه دي، فمستحيل يتعمل له نيجاتيف فيدباك، تمام، مستحيل يتعمل له انهبيشن. يبقى بيه السؤال الثاني اللي انت بتساله، انا لقيت في دم العيان اس تي اتش عالي، اس تي اتش عالي ده طالع من مكان من الاثنين، لا اما من البيتوتري لا اما من البيتوتري لا اما من الكانسر الموجود. ازاي تفرق ما بينهم؟ عن طريق هاي دوز ديكساميثازون.
تمام. لو اديت العيان هاي دوز وعمل له انهبيشن ده من البيتوتري، لو اديت العيان هاي دوز وما عملوش انهبيشن ده من اللونج، ده اكتوبيك من اللونج. يبقى ثواني يا بيه جمع معايا الدنيا، هما اربع احتمالات، هما اربع احتمالات تمام. الاحتمال الاولاني، الاحتمال الاولاني انك انت انت بتدي العيان لو دوز ديكساميثازون سبريشن تيست، لو تعملوا انهبيشن ده نورمال، لو ما تعملوش انهبيشن ده كاشنج، ده الاحتمال الاولاني تمام. يبقى العيان لا نورمال يا كاشنج، يا نورمال يا كاشنج تمام. ازاي بتفرق ما بينهم؟ عن طريق لو دوز، خلي بالك لو دوز تمام، ما تنساش المصطلحات لو دوز ديكساميثازون سبريشن تيست. طب ليه يا بيه ليه كاشنج ما تعملوش انهبيشن؟ كاشنج البيتوتر جلاند بقت اقوى، فالجرعه صغيره ما تعملهاش انهبيشن تمام. طيب الاحتمال الثاني، هتيجي تبص على الاس تي اتش بتاع العيان تمام، لو لقيت اس تي اتش قليل ده ادرينال، لو لقيت اس تي اتش قليل ده ادرينال، لان ده الوحيد تمام اللي معاه اللي ما معهوش زياده في الاس تي اتش، لانه ما هوش اس تي اتش ديبندنت، ده تيومر طالع من ادرينا جلاند تمام. ده الاحتمال الثاني. طب يا بيه الاحتمال الثالث، لقيت الاس تي اتش عالي، ده يدخلك في احتمال من الاثنين، لا اما الاس تي اتش ده عالي من البيتوتري، لا اما الاس تي اتش ده عالي من اللنج. ازاي تفرق ما بينهم؟ عن طريق الهاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست. البيتوتري قويت وعفيت وطلع منها تيومر وبيطلع اس تي اتش تمام، لكن ستيل عليها ريسبتور بتقدر تشغل عليها وتعمل نيجاتيف فيدباك، بس لانها بقت اقوى محتاجه جرعه اعلى من الكورتيزون عشان يعمل لها نيجاتيف فيدباك، لكن التيومر عمره في حياته ما كان عليه ريسبتور، عمره في حياته ما هيستجيب لاي كورتيزون انت بتديه من بره. دول اربع احتمالات اللي قدامك تمام. كلام سهل. يبقى تاني، انت لو عرفت تعمل انهبيشن باللو دوز يبقى ده نورمال، لو ما عرفتش تعمل لو انهبيشن باللو دوز ده كاشنج، لو جيت بصيت على اس تي اتش ولقيت قليل ده ادرينال تمام، يبقى اللي عامل لك زياده بكورتيزون في دم العيان هو الادرينال جلاند. طب لو لقيته عالي انت قدام احتمال من الاثنين، لا اما الاس تي اتش الكتير ده لا اما طالع من البيتوتري، لا اما طالع من التيومر في اللنج. ازاي بتفرق ما بينهم؟ ادي العين هاي دوز البيتوتري لان فيها ريسبتور للكورتيزون هيشتغل عليها ويعمل لها نيجاتيف فيدباك، لكن اللنج التيومر اللي طالع من اللنج ده عمره في حياته ما كان متعود انه يستجيب للكورتيزون، ما فيهوش ريسبتور للكورتيزون، مستحيل تقدر تعمل نيجاتيف فيدباك. امال يا بيه اشمعنى هنا انت قدرت انك انت تعمل انهبيشن للاي سي تي اتش اللي طالع من البيتوتري جلاند؟ لانك انت اديت هاي دوز. طب اللو دوز ليه ما اشتغلتش؟ لان البيتوتري بيت اقوى وبيطلع كميه اكتر من الاي سي تي اتش، فانت عشان تقدر تعمل لها انهبيشن محتاج جرعه اعلى عشان تقدر تكافئها في القوه بتاعتها تمام. طيب في حته تانية ممكن تلجا ليها عشان تفرق ما بينهم، السي ار اتش ستيميوليشن. هو السي ار اتش ده ايه؟ السي ار اتش ده الهرمون اللي بيطلع من الهايبوثالامس، ده طبيعي هرمون بيطلع من الهايبوثالامس بينشط تمام، بينشط البيتوتري عشان يطلع اي سي تي اتش تمام. طيب دلوقتي انت لو الاي سي تي اتش ده مصدره البيتوتري ولو الاي سي تي اتش ده مصدره اللنج، لو انا اديت العين سي ار اتش مين اللي هيستجيب؟ طبعا البيتوتري، لان البيتوتري هي المتعوده تستجيب للسي ار اتش، فساعتها هتلاقي كورتيزون في دم العين زاد. طب يا بيه لو الاي سي تي اتش ده طالع من اللنج مش هيستجيب، يعني اللنج تيومر لا بيستجيب للاستيميوليشن ولا بيستجيب للانهبيشن تمام. طب ليه بيه ما بيستجيبش للانهبيشن؟ لانه ما عندوش ريسبتور للكلام ده، هو ولا عنده ريسبتور للسي ار اتش ولا عنده ريسبتور للكورتيزون، فبالتالي الاي سي تي اتش اللي طالع من اللونج تيومر لا تقدر تعمل له ستيميوليشن بالسي ار اتش ولا تقدر تعمل له انهبيشن بالكورتيزون، لكن اللي تقدر تعملها ستيميوليشن بالسي ار اتش او تقدر تعملها انهبيشن بالكورتيزون هي البيتوتري اجلاند، لان ده المكان الوحيد اللي عليه ريسبتور سواء للسي ار اتش او سواء للكورتيزون. طيب بعد كده التيست الاخير ده قليل ما بيتعمل، اتس ا فير سنسيتيف تيست والسبيسيفيسيتي بتاعته عاليه جدا بس قليل ما بيتعمل تمام. هو ايه؟ انك انت تاخد نفس القصه اللي قلناها فوق في الـ في الـ في الكون سندروم، انك انت تاخد عينه من الفينا سبلاي بتاع الادرينا جلاند وتقيس فيها كميه الهرمونات تمام. ساعتها صدقني دي الادرينا جلاند، اسف من البيتوتر جلاند، دي البيتوتر جلاند وبتطلع كميه كبيره جدا من الاي سي تي اتش. طب بتطلعه بترميه فين؟ بترميه في الدم تمام. طب انا لو خدت عينه من الفين اللي طالع من البيتوتري جلاند وقست فيها الاي سي تي اتش هلاقيه عالي جدا جدا جدا، وده دايجنوستيك ان الاي سي تي اتش العالي ده طالع من البيتوتري جلاند ومش طالع من اي مكان تاني. طيب ده يا بيه ما يسمى بالهاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست، مهم جدا ده، بيفرق لك ما بين المكان اللي طالع منه الاي سي تي اتش، هل الاي سي تي اتش ده طالع من
البيتويتري ولا طالع اكتوبيك، تمام؟ بتعمل ايه؟ بتدي العيان جرعه عاليه، وكلمه جرعه عاليه يعني ضعف الجرعه 2 مللي جرام، تمام؟ يبقى تاني خلي بالك لو شفت في الامتحان نص مللي جرام او 1 مللي جرام ده لو دوز، لان احيانا كتير في الامتحان ما بيقولش لو دوز، بيقول لك احنا ادينا العيان نص مللي جرام او ادينا له 1 مللي جرام، اعرف على طول ان ده لو دوز، لكن هاي دوز ضعف الجرعه 2 مللي جرام. اللو دوز بيفرق لك ما بين ايه؟ اللو دوز بيفرق لك ما بين النورمال والكاشنج. الهاي دوز تعرف الاس داش ده جاي من فين؟ جاي من الاكتوبيك ولا جاي من البيتوتري؟ لو انت قدرت انك انت تعمل له انهبيشن اكتر من 90% ده ساعتها معناها ان اكيد ده جاي من البيتوتري، بتعمل انهبيشن البيتوتري بتقلل الاس دي اتش، فالاس دي اتش يقل فيبتدي الكورتيزون في دم العيان يقل، تمام؟ لكن لو انت اديت يا بي هاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست وقست بعدها الكورتيزون في دم العيان، قست بعدها الاس دي اتش في دم العيان، هتلاقي ستيل الاس دي اتش في دم العيان عالي، هتلاقي ستيل الكورتيزون في دم العيان عادي، تمام؟ الدنيا واضحه؟ الدنيا واضحه؟ كلام سهل، هو كلام سهل بس محتاج يتفهم بس مش اكتر. طيب اخر مره بصه سريعه، يبقى تاني الكوشنج هو عيان عنده زياده في الكورتيزون، الزياده في الكورتيزون ده ممكن يبقى جاي من مكان من ثلاثه، لما جاي من الادرينال جلاند، لما جاي من البيتوتري، لما جاي من الاكتوبيك، تمام؟ يبقى احنا لو رسمنا كده مع بعض اي رسم كروكي، تمام؟ لو احنا بي نظره سريعه كده، لو احنا عندنا دي بيتوتري بتنشط الادرينال، تمام؟ بتنشطها عن طريق الاي سي تي اتش، ودي بترجع تعمل لها انهبيشن، تمام؟ طيب الكاشنج يعني ايه؟ لما ده بيزيد، لما الادرينال جلاند من نفسها قررت انها تطلع كميه كبيره من الكورتيزون. طب هل ده لما بيزيد طالع بس من البيتوتري؟ لا، ممكن يبقى طالع من البيتوتري، ممكن يبقى طالع من لانج تيومر، تمام؟ طيب العيان ده ساعتها انت اول حاجه في بتمشي على خطوتين، الخطوه الاولى انت بتسال نفسك العيان ده نورمال ولا كاشنج؟ تعملها ازاي؟ تدي العيان لو دوز ديكساميثازون، لو دوز من نص ل 1 مللي جرام، تمام؟ تديها له بالليل وتيجي الصبح تقيس كميه الكورتيزون اللي في دمه. لو جيت الصبح لقيت كميه الكورتيزون في دم العيان ولقيتها قليله ده نورمال. اي حد مننا لو خد كورتيزون افراز جسمه الداخلي للكورتيزون بيقل. طب يا بيه لو العيان ده عنده كاشنج؟ لا، الكورتيزون اللي عنده مش هيقل، الكورتيزون اللي عنده مش هيقل، هيبقى ستيل هاي، او لو قل هيقل حاجه بسيطه جدا، لكن ما يقلش اقل من 50 نانو مول، تمام؟ طيب ده السؤال الاولاني اللي انت بتساله، اولا يبقى انت كده عرفت ان العيان ده كاشنج. طب النقطه الثانيه، بص على الاس تي اتش اللي في دم العيان، لو سي اس تي اتش قليل خالص ده ادرينال، لان الوحيد اللي بيقلل الاس تي اتش هو الادرينال. ليه؟ لان ده الوحيد اللي معاه نيجاتيف فيدباك. طب لو طلع عالية بيه انت قدام حاجة من الاثنين، العالي ده لما طالع من البيتوتري، العالي ده لما طالع من اللنج، لا بيتوتري لا اللنج بتاعت العيان. طب ازاي بتفرق ما بينهم يا بيه؟ هاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست. البيتوتري لان فيها ريسبتور للكورتيزون، فانت لما بتدي هاي دوز ديكساميثازون سبريشن تيست ساعتها البيتوتري اي سي اتش لو طالع من البيتوتري هيقل، والكورتيزون اللي طالع من دم العيان هيقل، لكن لو طالع من اللنج، اللنج عمرها في حياتها ما تستجيب لا للستيميوليشن ولا للانهبيشن، اللي هو تيومر، اقصد التيومر اللي طالع من اللنج. ده بملخص القصه اللي فاتت كلها. ما تنساش ان في حاجه اسمها سودو كاشنج. سودو كاشنج ده عيان بيجي لك باعراض الكاشنج سندروم، ده عيان الكوليك بيشرب كحول بكميه كبيره، فبيجي لك باعراض بتشبه الكورتيزون، اعراض تشبه الكاشنج، لان بيبقى فيه زياده في كورتيزون في دم، وتفاجئ انك انت لما تيجي تعمله تيست الكاشنج يطلع بوزيتيف. طب ليه بوزيتيف؟ لانك انت بتدي له بالليل ديكساميثازون، تمام؟ وبتيجي الصبح لو دوز ديكساميثازون، وتيجي الصبح تقيس كميه الكورتيزون في دمه. انت متوقع ان لو الشخص ده نورمال الكورتيزون اللي في دمه هيقل، تفاجئ ان الكورتيزون اللي في دمه ما قلش. ليه ما قلش؟ لان الالكول بيكسر الديكساميثازون قبل ما يشتغل، عن طريق انه بيعمل اكتيفيشن للانزيم اللي بيكسره اللي هو سايتوكروم بي 450، سب تايب بتاعه اللي هو سايتوكروم 3A4، تمام؟ 3A4 هو اهم، على فكره اهم سب تايب من السب تايبس بتاعت السايتوكروم بي 450، تمام؟ لما بتعمل له ستيميليشن انت كسرت ديكساميثازون قبل ما يشتغل، فكانه بالظبط عنده كاشنج، لانك انت ساعتها لما هتقيس الكورتيزون الصبح في دم العيان هتلاقيه نورمال. طيب المرض اللي بعده اديسون ديسيز، عكس الكلام تماما.
اديسون هو عيان كميه الكورتيزون اللي في دمه قلت في الارض، تمام؟ طيب نتيجه ايه؟ الموست كومن كوز، واكتب جنبها مهمه لان ده في سؤال في حد ذاته، الموست كومن كوز اوتو اميون ديستراكشن. اوتو اميون ديستراكشن اللي هي بيه للمصنع اللي بيصنع لك الكورتيزون للادرينا جلاند. العيان ده موستلي بيبقى عنده اوتو اميون ديسيز، اوتو انتي بودي. الاوتو انتي بودي دي بيهاجم لك الادرينال جلاند، تمام؟ بيهاجم لك الادرينا جلاند، يبتدي يعمل لك ديستراكشن في الادرينا جلاند اللي عند العيان، فيبتدي كميه الكورتيزون اللي في دم العيان، تمام؟ ومش بس الكورتيزون بس، اكترهم الكورتيزون بيتاثر، بتلاقي الكورتيزون اللي في دم العيان ابتدى يقع في الارض. لما الكورتيزون بتاع دم العيان ابتدى يقع في الارض، ابتديت تفقد كل الفانكشن بتاعت الكورتيزون. من اهمها ايه يا بيه؟ خلي بالك مش الكورتيزون بس، الكورتيزون وكمان الالدوستيرون، لان غالبا الضربه بتبقى موجهه ضد سوبرا رينا جلاند كلها، تمام؟ فهتلاقي الكورتيزون قليل والالدوستيرون قليل. تخيل عيان كميه الالدوستيرون في دمه قلت، كميه الكورتيزون في دمه قلت، فقدت اهم وظيفه للاثنين دول هو السولت ريتنشن. فالعيان ده هيجي لك يا بيه بايه يا بيه؟ صوديوم في الارض. ليه؟ فقدت الهرمونات اللي كانت بتحافظ لك على الصوديوم في دم العيان، فيجي لك بماركت هايبوتنشن، ماركت هايبوناتريميا، هايبوتنشن. طب ثواني يا بيه، انت عملت ايه في الصوديوم؟ فقدته. فقدته فين؟ في اليورين. لما فقدته في اليورين، تمام، ساعتها انت مش محتاج لا ترمي بوتاسيوم ولا ترمي هيدروجين. فالعيانين بتوع الاديسون دايما هايبوناتريميا، هايبركاليميا، اسيدوزيس، تمام؟ عكس الكاشنج، عكس الكونز، لانك انت في الكاشنج والكونز كنت بتحوش صوديوم، وقصاد انك انت تحوش صوديوم كنت بترمي بوتاسيوم وبترمي هيدروجين. لكن في العين ده انت رميت صوديوم وقصادها زاد ري ابزوربشن بتاع البوتاسيوم وبتاع الهيدروجين. فالقصه المعتاده بتاعت العين ده، تمام، العين ده بيبقى عنده هايبوتنشن، هايبوناتريميا، هايبركاليميا، اسيدوزيس. طيب في اشهر انزيم بيدخل في الباسوي بتاع تصنيع الكورتيزون حاجه اسمها 21 هيدروكسيليز، تمام؟ 21 هيدروكسيليز في العينين دول في المعتاد بيطلع ضده اوتو انتي بودي. ده ال 21 هيدروكسيليز اهو، تمام؟ ال 21 هيدروكسيليز واحد من اهم الانزيمز اللي بيدخل في تصنيع عمليه الكورتيزون، تمام؟ طيب وعلى فكره مش بس في تصنيع الكورتيزون، وكمان في الالدوستيرون، لانك لو خدت بالك هو برضو موجود في تصنيع الالدوستيرون. لما انت بتدمر ال 21 هيدروكسيليز، تمام، الالدوستيرون في دم العيان هيقل، الكورتيزون في دم العيان هيقل. لما ده هيقل وده هيقل، هيبتدي العيان يدخل منك في اعراض الاديسون ديسيز، تمام؟ هيجي لك بايه يا بي؟ زي ما قلت لك اهمهم هايبوناتريميا، هايبوتنشن، هايبركاليميا، اسيدوزيس. هايبوناتريميا هايبوتنشن، هايبرناتريميا هايبركاليميا اسيدوزيس. هايبوناتريميا ليه؟ فقدت الهرمونات اللي كان بتحافظ لك على الصوديوم. هايبوتنشن ليه؟ لانك انت فقدت الصوديوم، قصاد انك انت رميت الصوديوم ابتديت تعمل ري ابزوربشن للهيدروجين والبوتاسيوم، لانك انت كان المفروض قصاد انك انت ترمي هيدروجين ترمي بوتاسيوم كنت بتعمل ري ابزوربشن للصوديوم، بطلت تعمل ري ابزوربشن للصوديوم، صوديوم ابتدى يقع قصاده، دخل جسمك كميه كبيره البوتاسيوم والبوتاسيوم و الهيدروجين بتاع العيان، تمام؟ طيب ثواني يا بي، هل معنى كده انك انت العيان ده العرض الوحيد ليه هو الهايبوتنشن؟ لا طبعا، ما تنساش ان الكورتيزون هو اللي بيوفر لك كل مصادر الطاقه بتاعت جسمك، تمام؟ يعني ايه؟ كورتيزون واحد من اهم الاستريس هرمونز، هو بس مش بيطلع في الاستريس، حتى هو في الشغل الطبيعي بتاعه. الكورتيزون هو اللي بيكسر لك الجلايكوجين وبيوفر لك جلوكوز، بيكسر الليبيد ويوفر لك فاتي اسيد، يكسر البروتين، هو بيكسر كل المخازن عشان يوفر لك الطاقه اللي انت بتشتغل بيها اثناء اليوم كله، تمام؟ طب ايه اللي هيحصل يا بيه؟ انت دلوقتي لما انت فقدت الكورتيزون هتفقد كل مصادر الطاقه، الجلوكوز هيبقى في الارض، الفاتي اسيد في الارض، الامينو اسيد قليله، فهيبتدي العين ده هيبقى عنده ماركت ويكنس، تمام؟ يجي لك همدان، تعبان، ما يقدرش يذاكر، ما يقدرش يمشي، تعبان جدا، تمام؟ لانك انت فقدت اهم هرمون بيوفر لك كل مصادر الطاقه بتاع الجسم. تيجي تبص عليه تلاقي طبعا هايبوناتريميا، هايبوتنشن، هايبوجلايسيميا. ليه هايبوجلايسيميا؟ لان الكورتيزون مهم جدا في تكسير الجلايكوجين ووفر لك الجلوكوز ومصادر الطاقه بتاعتك. طيب الالدوستيرون حصل فيه ايه يا بيه؟ قل هايبوالدوستيرونيزم. ليه؟ لانك انت لما جيت وجهت اوتو اميون كسرت في سوبرارينا جلاند، زي ما انت قللت كورتيزون هتقلل الالدوستيرون، فش طبيعي ان هو الالدوستيرون كمان هيقل، الاثنين هيقلوا، سواء اللي طالع من زونا جلومرولوزا او اللي طالع من زونا فاسيكيولاتا، الاثنين هيقلوا. طب هيحصل ايه في الرينين؟ هيزيد هايبررينيزم، تمام؟ طب ليه هيزيد يا بيه؟ مفيش نيجاتيف فيدباك، ده سبب تاني، العيان في هايبوتنشن. ما تنساش لما خدنا في الكارديو ان الرينين من الهرمونات المهمه جدا اللي بترفع الضغط،
لما ضغطك يقع. فانت هنا لازم تزود الرينم من ناحيه لان عندك هاي بوتنشن، ومن ناحيه تانية لانك انت فائد الدستيرون فما فيش نيجاتيف فيدباك. ميتابوليك اسيدوزيس ليه بيه؟ ما احنا لسه قايلين انك انت رميت الصوديوم فدخلته بصاده بوتاسيوم هيدروجين، تمام، عكس اللي انت عملته في الكونز والكاشن. ماكروسيتيك انيميا بتتشاف في بعض العيانين، باقي الحاجات دي عكس بقى اللي بيحصل في عيانين الكوشن، شويه ايزينوفيليا، ليمفوسايتوزس، النيوتروبينيا، التي اس اتش بيزيد حاجه بسيطه، مايل هايبركالسيميا. طيب ده ملخص الكوشن جي بي. خمسه هايبو، هايبوتنشن، دول اهمهم، تمام، هايبوتنشن، هايبو ده هايبوتنشن ليه؟ نتيجه هايبوناتريميا. تمام، في حاجتين حاجتين تاني هيقلوا، هو مش يعني مش هتقل، هو هايبو بي اتش ده نتيجه اسيدوزس، نتيجه انك انت بتزود الهيدروجين، ممكن تقولها بطريقه تانية هايبر اتش مش هايبو بي اتش. طيب هايبو الدستيرون، هايبو جلايسيميا، الهايبر اتنين هايبر، هايبر كاليميا وهايبر رينين. ليه هايبر كاليميا؟ لانك انت رميت الصوديوم فصاد دخلت بوتاسيوم في دم العيان، دايما الصوديوم والبوتاسيوم والهيدروجين عكس بعض، الهيدروجين والبوتاسيوم مع بعض ضد الصوديوم، هتحول صوديوم هترمي في اليورين هيدروجين بوتاسيوم، هترمي صوديوم هتحوش في دم العيان بوتاسيوم او هيدروجين، لما تحوش في دم العيان بوتاسيوم يعمل لك هايبركاليميا، لما تحوش في دم العيان هيدروجين يعمل لك هايبو بي اتش، هايبو اتش يعني المقصود بيها اسيدوز. طيب برضو حاجه تانية من الحاجات المهمه جدا اللي بتظهر في عيانين الاديسون حاجه اسمها البيجمنتيشن، هايبر بيجمنتيشن، يمكن من اكتر الحاجات اللي بتميز الاديسون. تمام، الاديسون دايما عيان داخل طوارئ، عيان همدان تعبان حالته بالبلة، تمام، ودايما بتلاقي عنده بيجمنتيشن. طب ليه العيان ده عنده بيجمنتيشن؟ ليه عنده هايبر بيجمنتيشن؟ لو انت قريت العيان برضو عنده فيتيلجو منطقيه، الفيتيلجو اوتوميون ديزيز خدناها قبل كده في الجلديه، تمام، وانا قلت لك قبل كده ان الاوتوميون في المعتاد بتيجي مع بعض، فبما ان الاديسون الموسكومان باثولوجي بتاعه اوتوميون ديزيز فشيء طبيعي انك انت ممكن تلاقي عنده فيتيلجو. طب ليه تلاقي عنده هايبر بيجمنتيشن؟ اصل الفيتيلجو هايبر بيجمنتيشن عكس بعض، الفيتيلجو يعني لوس اوف بيجمنتيشن، الهايبر بيجمنتيشن عكس، العيان ده عنده بيجمنتيشن زياده. طب ليه؟ هقول لك ليه دلوقتي، هي حاجه بس وهتيجي سريتها تاني تحت في سؤال تاني. دلوقتي العيان ده ما عندوش كورتيزون، تمام، لما ما عندوش كورتيزون العيان ده عنده كميه كبيره جدا من اي سي تي اتش، تمام، عنده كميه كبيره جدا من اي سي تي اتش، تمام، ليه؟ لان ما فيش نيجاتيف فيدباك. وليه ما فيش نيجاتيف فيدباك؟ لان ما فيش كورتيزون، تمام. الاي سي تي اتش بيطلع من فين؟ بيطلع من البيتوتري، حتى بس هي ايام فيسيولوجي كده، تمام. الاي سي تي اتش لما بيطلع من البيتوتري بيطلع معاه هرمون تاني اسمه الام اس اتش، الام اس اتش ده اللي بيعمل البيجمنتيشن، تمام. العيان ده عنده كميه كبيره جدا من الاي سي تي اتش وبالمره طلع معاه ام اس اتش. عارف ام اس اتش دي ممكن تعتبرها زي ايه؟ زي السي بيبتايد اللي بتطلع مع الانسولين. مش انت الانسولين العيان لو عنده مثلا انسولينوما تيومر في البنكرياس بيطلع كميه كبيره جدا من الانسولين، كل انسولين بيطلع في الدم بيطلع مع سي بيبتايد، تمام. فانت لو عيان عنده انسولين عادي نتيجه انسولينوما من البنكرياس السي بيبتايد بتبقى عاليه. هنا نفس الكلام، الام اس اتش ممكن تعتبره الديل بتاع الاي سي اتش، لما الاي سي اتش بيزيد في دم العيان الام اس اتش كمان بيزيد، الام اس اتش ده بيعمل لك بيجمنتيشن، تمام. ده يفسر لك ليه العيان ده بيبقى معاه هايبر بيجمنتيشن. طيب نمسح بس الكلام ده. اسبابها ايه؟ زي ما قلنا خلي بالك ان موسكوماكوز اوتوميون، واكتب جنبها مهمه، تمام. في اسباب تاني تي بي، على فكره تي بي هو الموسكوماكوز هو نمبر 1 في الدول الفقيره اللي زي حالتنا، دول العالم الثالث، تمام. دول العالم الاول الموسكوماكوز اوتوميون لان ما عندهمش تي بي كتير. في الدول زي حالتنا الموسكوماكوز عندنا هو التي بي في الديفلوبينج كونتريز. في اسباب تانية زي ميتاستاز، رميت بقى على الادريان جلاند ودمرتها، الانتي فوسفوليبيد سندروم هنتكلم عليه بعد شويه، منجوكوكا سبتسيميا اللي هو ووتر هاوس فريدريكسن سندروم، ده عيان عنده منجوكوكا انفكشن عنيفه فالاورجانيزم وصل للسوبرارينا جلاند ودمرها، تمام، فدخل عيان في اديسونيا كرايسيس. الاتش اي في، الاتش اي في اتكلمنا عليه قبل كده، تمام. خلي بالك ان الاتش اي في مشهور جدا انه بيضرب الادرينال جلاند عن طريق انه بيعمل حاجه اسمها ادرينالايز، تمام. ازاي يا بيه؟ لان الاتش اي في بيوطي مناعه الشخص فبيخليه عرضه جامد جدا للسيتوميجيلو فيروس انفكشن. السيتوميجيلو فيروس انفكشن، السيتوميجيلو فيروس لما بيوصل للادرينال جلاند بيعمل فيها ماركت انفلاميشن فبيقلل لك التصنيع بتاعها. ما تنساش ان السيتوميجيلو فيروس هو اشهر حاجه بيضرب عين العيان، مشهور جدا في الاسوفجس بتاع العيان، والسكند موست كومن كوز اللي بيعمل دايريا، تمام، بعد الكريبتوسبوريديا. طيب السكندري كوزز زي بيتويتري، سكندري يعني المشكله مش في الادرينال جلاند، المشكله مين؟ في البيتويتري.
دلوقتي بتويتر مثلا مش شغاله نتيجه تيومر او راديشن او جراح او ايا كان، بتويتر لما مش هتشتغل مش هتطلع لك اس اتش، لما مش هيبقى فيه اس اتش مش هيبقى فيه ستيميوليشن للادرينا جلاند. تمام. حاجه تانية، ادويه زي الايس، الهيبرين، الليد بويزنينج، اكسوجينس جلوكوكورتيكوي ثيرابي. يعني ايه؟ لو عيان ماشي على كورتيزون من بره بفترات كبيره او بجرعات عاليه، تمام، لو عيان بياخد كورتيزون ايه اللي هيحصل يا بيه؟ الاندوجينس كورتيزون برودكشن هيقل. طب لو عيان ده وقف الكورتيزون مره واحده، ادي سنه كرايسيس. ليه يا بيه؟ انت دلوقتي لو بتاخد كورتيزون من بره، افراز جسمك للكورتيزون هيحصل ايه؟ هيقف، لان خلاص مش محتاج. تمام، جسمك اعتمد اعتماد سلبي على الكورتيزون اللي انت بتاخده من بره. طب لو انت جيت يوم مره واحده ما خدتش الجرعه، هتدخل في الادرسون. ليه هتدخل في الادرسون؟ لان الادرينا جلاند بتاعتك ما طلعتش وانت ما خدتش الجرعه المعتاده. عشان كده حته كنا قلناها قبل كده في الفارما، لو عيان ماشي على كورتيزون بجرعات عاليه او فتره كبيره، اذا مصت انك انت لما تيجي تسحب الكورتيزون من دمه تسحبه بالراحه جدا عشان تعوض بالتدريج السوبر رينا جلاند بتاعته انها ترجع تشتغل. طيب بعد كده صودو هايبو الدستيرونيزم، ده غالبا عيان ما بيبقاش عنده نقص في الالدستيرون، لكن مشكلته ان الالدستيرون ما بيشتغلش، الريسبتور بتاعته ما بتشتغلش، بس الكلام ده قليل شويه. اشهر حاجتين بتعمل لك اديسون في العيانين اميون كومبرمايز، الاتش اي في والتي بي. تمام، الاتش اي في والتي بي، خلي بالك ان التي بي هو الموست كومن كوز في العيانين في الدول زي حالتنا. الاتش اي في بيشتغل عن طريق سايتوميجالي فيروس، كنا قلنا الكلام ده قبل كده. طيب الانفستيجيشن بتاعتك، وات از ذا موست امبورتنت تيست؟ اي سي اتش ستيميليشن تيست، واكتب جنبه مهم. تمام، يعني ايه اي سي اتش ستيميليشن تيست؟ بتدي العيان اي سي اتش وتقيس بعدها كميه الكورتيزون اللي في دمه. انت متوقع ايه؟ متوقع ان انا بعد ما ادي العيان اي سي اتش هعمل ستيميليشن للسوبر رينا جلاند، فالكورتيزون في دمه هيزيد. لو انت اديت العيان ده اي سي اتش وبعدها تمام ب 30 دقيقه اسف هو هتقيس الاول الكورتيزون قبل وبعد، بتقيس الكورتيزون قبل تيست وبعدها تدي اي سي اتش وبعدها تقيس الكورتيزون، اللي انت متوقعه بيه؟ اللي انا متوقعه النورمال ريسبونس ان الكورتيزون بيزيد في دم العيان على الاقل اكتر من 550 نانو مول. طب يا بيه لو العيان ده الادرينا جلاند بتاعته بايظه ما بتشتغلش فيها ديستراكشن، انت شايلها، الكورتيزون مش هيزيد. يبقى الاي سي اتش ستيميليشن تيست هي فكرتها ايه؟ انا بحاول اقوم الادرينا جلاند، لكن ان الادرينا جلاند بايظه مش هتقوم معاك. تمام، مش هتقوم معاك. تمام، خلي بالك التيست ده دايجنوستيك للاديسون. طيب اسمه الثاني سيناكسين تيست. طيب في بعض الحاجات الثانيه ممكن تعملها زي الاوتو انتيبادي، انك انت تدور في دم العيان على الاوتو انتيبادي. تمام، ساعتها هتلاقيها قليله، ممكن تلاقي اوتو انتيبادي لو هو مثلا اشهر اوتو انتيبادي اللي هو انتي 21 هيدروكسيديز. تمام، لو لقيته خلاص ده دايجنوستيك ان عيان غالبا عنده اوتو اميون ديسيز، ممكن ساعتها بقى تديله اميون سبريسيف ميديكيشن، اي حاجه من الحاجات دي لو الادرينال جلاند لسه ما زالت موجوده. برضو لو انت قست كميه الكورتيزون في دم العيان خصوصا صبح هتلاقيه قليل، وصار كده الاي سي اتش عالي. طب ليه بيه الاي سي اتش عالي؟ الكورتيزون قليل لان ادرينا جلاند باظت، الاي سي اتش عالي لان مفيش نيجاتيف فيدباك. كلام كله سهل ومنطقي. طيب اشهر طبعا علاجه ايه؟ مالهاش حل غير انك انت تديله ريبليسمنت للكورتيزون القليل عنده. اشهر كورتيزون بتستعمله في العيانين دول الهيدرو كورتيزون، خصوصا في الطوارئ على فكره. تمام، لو جالك عيان من دول وعيان اديسون في الطوارئ وضغطه واقع في الارض، هتدي له هيدروكورتيزون. ميزه اشمعنى الهيدروكورتيزون؟ ليه ما اديتش الدكساميثازون؟ تمام، اشمعنى الهيدروكورتيزون؟ لسببين، اولا في الطوارئ هو دراج اوف تشويس، تمام، واللونج تيرم هو برضه دراج اوف تشويس. في الطوارئ هو دراج اوف تشويس لان الدواء ده ليه فيري جود مينرال كورتيكويد افكت. يعني ايه فيري هاي مينرال كورتيكويد افكت؟ يعني بيحوش صوديوم في دم العيان. تمام، لما يحوش صوديوم في دم العيان يرفع لك ضغط العيان، لان هيعمل سولت ريتنشن ووتر ريتنشن. امال ليه ما تديش الدكساميثازون يا بي؟ ارجع معايا التقسيمه اللي خدناها قبل كده في الفارماكولوجي. تمام، الدكساميثازون ليه فيري هاي جلوكوكورتيكويد لكن دي لو مينرال كورتيكويد، ما يفيدكش في ضغط الواقع. تمام، لان مينرال كورتيكويد افكت بتاعته قليله، فمش هيحوش صوديوم في دم العيان. مينرال كورتيكويد افكت يعني بيشتغل زي الالدستيرون، الدكساميثازون ما بيشتغلش زي الالدستيرون فمش بيحوش صوديوم في دم العيان. عشان كده اكتر واحد بيفيدك هو الهيدروكورتيزون. الهيدروكورتيزون ليه هاي مينرال كورتيكويد، ودي انت محتاجها جدا جدا عشان ترفع ضغط العيان، وفي نفس الوقت دي شويه جلوكوكورتيكويد اكتيفيتي فيبتدي يرفع لك جلوكوز العيان مش عارف ايه. لكن الدكساميثازون على الرغم ان هو قوي جدا،
يعني لو انتوا تفتكروا قوته بالنسبه للهيدروكورتيزون تقريبا 32 مره الضعف بتاعه، تمام؟ لكن مشكلته انه ليه مينيمال مينرال كورتيكويد اكتيفيتي. هيرفع لك الجلوكوز، هيرفع لك مش عارف ايه، لان ليه فيري هاي جلوكورتيكويد اكتيفيتي، لكن للاسف مش هيقدر يرفع ضغط العيان، تمام؟ لان مالوش مينرال كورتيكويد اكتيفيتي. بعد كده النقطه اللي بعدها، خلي بالك كتير جدا من العيانين عندهم اديسون بيبقى عندهم لخبطه في الثايرويد جلاند، تمام؟ ليه بيه؟ هو الاديسون ايه الموست كومن كوز بتاعه؟ اوتوميون، اوتوميون ديستراكشن في الادرينال جلاند. طب ايه الموست كومن كوز بتاع الهايبو ثايرويديزم؟ اوتوميون، اللي هو مرض هناخده اسمه الهاشيموتو، تمام؟ الهاشيموتو هو الموست كومن كوز بتاع الهايبو ثايرويديزم. وبما ان شله الاوتوميون في المعتاد بتيجي مع بعض، ففي المعتاد العيان عنده ادرينال عنده اديسون، في المعتاد بيبقى عنده هايبوثايرويديزم، تمام؟ لانه نفس الميكانيزم، نفس الفكره، الاثنين اوتوميون، تمام؟ طب يا بيه لو جالك عيان، ركز معايا في الحته دي، لو جالك عيان عنده نقص في الكورتيزون وفي نفس الوقت عنده نقص في الثايرويد بروفايل بتاعه، تعالج مين الاول؟ ادي كورتيزون اولا وبعدها بفتره ابقى ادي ثايرويد هرمون. طب ليه يا بيه؟ لو انت عكست تودي العيان في داهيه، تدخل عيان في اديسونال كرايسيس، طب ليه؟ بالراحه، هي سهله جدا. هو الوظيفه الاساسيه بتاعت الثايرويد هرمون ايه؟ لسه هنبقى نتكلم عليها. الثايرويد هرمون وظيفتها الاساسيه ده هرمون النشاط بتاع الجسم كله، تمام؟ هو اللي بيفوقك، هو اللي بيشغل مخك، هو اللي بيخليك نشيط جدا، بتتحرك، بيزود ضربات قلبك، بيزود معدل التنفس، بيزود الجي اي تي، يعني بيزود الميتابوليزم في الجسم بالكامل، بيزود نشاط الجسم كله، تمام؟ طب الكورتيزون يا بيه؟ الكورتيزون وظيفته الاساسيه بيوفر لك الطاقه للجسم كله اللي انت هتشتغل بيها. انت هتشغل دماغك وهتشغل قلبك وهتشغل التنفس وهتشغل جي اي تي، محتاج بنزين. مين اللي بيوفر البنزين؟ الكورتيزون. طب يا بيه لو انت اديت عيان ثايرويد هرمون قبل ما تديه الكورتيزون، كارثه، هتدخل عيان في اديسونال كرايسيس. ليه؟ لانك انت شغلت الجسم بالكامل وانت ما عندكش مصادر طاقه. تمام؟ زي بالظبط كانك جيت بنيت مصنع، تمام؟ وصرفت عليه ودفعت فيه ملايين، وفي الاخر انت لا عندك مواد خام ولا عندك عمال، فلوسك كلها هتروح في الارض، بالعكس كارثه، تمام؟ فانت تعمل ايه؟ وفر الاول في جسم العيان الطاقه، بعد كده شغله، تمام؟ وفر الاول المواد خام، وفر الاول العمال، بعد كده ابن المصنع، تمام؟ يبقى وفر العيان الاول جلوكوز وليبيد وفاتي اسيد وامينو اسيد ومش عارف ايه، المصادر الطاقه اللي هيحرقها ويطلع منها اي تي بي، وبعد كده يبقى شغل الجسم، يبقى شغل بقى دماغه وزود له ضربات قلبه وزود له معدل التنفس، الكلام ده كله، تمام؟ يبقى تاني خلي بالك لو عيان عنده نقص في الكورتيزون وفي هايبوثايرويد، تصلح مين؟ ادي الاول كورتيزون، وفر مصادر طاقه اولا، وبعد كده شغل جسم العيان، تمام؟ والا لو انت عملت العكس بتدخل العيان في اديسون يعني كرايسيس. طيب فانت بتعمل ايه يا بي؟ بتدي الاول بتكونفيرم الدياجنوز بتاعك الاول عن عند اديسون عن طريق اللي هو الاي سي اتش ستيميوليشن تيست. لو طلع العيان فعلا اديسون، اول حاجه ادي له كورتيزون، ظبط العيان، وفر مصادر الطاقه، بعدها يبقى بص بقى على الثايرويد فانكشن تيست بعدها بكام اسبوع، تمام؟ لو لقيتها فعلا لسه قليله، ساعتها ابتدي ادي العيان ثايروكسين، تمام؟ لكن ما تبتديش بيه. طيب النقطه اللي بعد كده، الديهايدرو اي بي اندوستينيديون ده واحد من اقوى انواع الاندروجين الموجوده. خلي بالك ان الهرمون ده موجود في الرجاله والستات، ما تقوليش ده اندروجين، ده طالع من السوبر رينا جلاند. السوبر رينا جلاند موجوده في الستات وموجوده في الرجاله، عشان كده الستات برضو فيها نسبه اندروجين موجوده في دمها. طب هو الاندروجين في الستات لازمته ايه؟ الاندروجين في الستات يعني ممكن تقول عليه يعني هي هو لو مش موجود هي مستفيده اكتر، تمام؟ ليه؟ لان كل حاجات معالم عدم الجمال في الستات سببها الاندروجين، تمام؟ هو اللي بيطلع الاكني، هو اللي بيطلع الهير، هو اللي بيطلع الاكسسيف هير، البيوبيك هير، اكزيلر هير، الكلام ده كله، تمام؟ لكن يمكن الميزه الوحيده شويه فيه انه سنه بيحسن الليبيدو عندها، تمام؟ لان هو في الاول في الاخر سكس هرمون. طيب لو افترضنا ان عيان حصل عنده يا بي الادرينال جلاند كلها اتدمرت، فاسكيولاتك الامرلوزا ريتيكولارز، فقد الدستيرون، فقد كورتيزون، وفقد كمان الاندروجين، تمام؟ لو فقد الاندروجين هل هتخسر كتير؟ لا، مجرد بس البيوبيك والاكزيلر هير بتاعها هيقلوا والليبيدو هتقل حاجه بسيطه، وده مش كارثه قوي، تمام؟ يعني انت لو عيان ادرينال جلاند كلها اتدمرت، ليه ما اتكلمتش عن اندروجين؟ لانه مش كارثه قوي، تمام؟ يعني هي لو في ميل مش كارثه قوي، ما هي عندها السكس هرمون بتاعتها. ولو ميل طز الاندروجين طز، ما انت ما هو عنده التستوستيرون اللي طالع من التستس، فاهمني؟ فعشان كده ما هوش الكارثه العنيفه. طيب
زياده البيجمنتيشن زي ما قلت لك، ليه العيان ده بيبقى عنده بيجمنتيشن؟ العيان ده بيبقى بيزيد جدا في دمه، طبعا هو ما عندوش نيجاتيف فيدباك، تمام؟ لما ما بيبقاش عنده نيجاتيف فيدباك بيبتدي يزيد عنده في دمه الاي سي تي اتش، وكمان بيزيد في دمه الام اس اتش. الاي سي تي اتش على فكره برضو هنت على جنب، الاي سي تي اتش هو برضو ليه بيجمنتيشن ايفكت، بيزود البيجمنتيشن، تمام؟ وبيبقى معاه هرمون تاني بيطلع معاه اسمه الام اس اتش، الاثنين مع بعض بيزودوا البيجمنتيشن اللي عند العيان. طيب الانتي فوسفوليبيد سندروم، الحته دي كنا قلناها قبل كده في الانتي فوسفوليبيد سندروم. الجدول ده الانتي فوسفوليبيد سندروم هو عيان او عيانه بمعنى الاصح بيبقى عندها هايبر كوجولابيت ستاتس، دي بيبقى في دمها حاجه زياده في حاجه اسمها الانتي انتي كاردي ليبن انتي بودي او انتي لوبس انتي بودي. مشكله العيان ده دي ايه؟ مشكله العيانه دي ممكن يحصل جلطه في اي ارتري او في اي فين في جسمها. طب لو افترضنا بيه ان العيانه دي حصل عندها جلطه في الارتري اللي بيدي الادرينال جلاند، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ حته من الادرينال جلاند ممكن تموت. طب لو ماتت يا بيه هيجي لك العيان باديسون نيكروسيس، تمام؟ فيمكن دي كيس عدت علينا، اعتقد احنا وبنحل روماتولوجي عيانه كان عندها انتي فوسفوليبيد سندروم، جاي النهارده بكل اعراض اديسون، هايبوتنشن، هايبوناتريميا، هايبركاليميا، اسيدوزيس، بتشك في ايه؟ تشك ان حصل انفاركشن في الادرينال جلاند، حته ماتت منها، تمام؟ فبالتالي العيانه جايه لك النهارده باديسون كرايسيس، وبتتعالج بنفس العلاج بتاع الاديسونيان كرايسيس، تمام؟ يبقى تاني الاديسون هو عيان فاد الكورتيزون وفاد معاه الالدوستيرون، تمام؟ ايه الموست كومن كوز؟ اوتوميون. اوتوميون موجه ضد مين؟ ضد اهم هرمون في التصويب بتاع تصنيع الالدوستيرون والكورتيزون، وهو 21 هيدروكسيديز. ما فيش 21 هيدروكسيديز، ما فيش كورتيزون، ما فيش الدوستيرون، تمام؟ العيان ده مشكلته ايه بيه؟ فاد الكورتيزون والالدوستيرون، فاهم حاجه يفقدها الصوديوم. ما فيش صوديوم، ما فيش ضغط. ما فيش صوديوم يبقى بالعكس بيحوش في دم العين حاجتين، بوتاسيوم وهيدروجين، بوتاسيوم هايبركاليميا، هيدروجين اسيدوز. ما تنساش انك انت مشكلتك هنا بقى مش بس في فقدان الالدوستيرون، في فقدان الكورتيزون، فبالتالي كل مصادر الطاقه بتقع، الجلوكوز بيقع، المستوى الفاتي اسيد بتقع، فيبتدي العيان يبقى همدان، تعبان، مش قادر يمشي، مش قادر يتحرك، مش قادر يفكر. برضو من الحاجات المشهوره جدا مع العيان ده هو موضوع الهايبربيجمنتيشن. ما تنساش ان المرض ده اوتوميون، ففيري كومن انك انت تلاقي اوتوميون اديسون مع اوتوميون هايبوثايرويديزم. طب لو جالك العيان باثنين تعالج مين الاول؟ عالج الاديسون اولا، وفر مصادر طاقه، بعد كده قوم الجسم، تمام؟ لو قومت الجسم مصادر طاقه ما فيش، العيان بيدخل منك في اديسونيان كرايسيس، تمام؟ طيب فكر الاندوكراين من الشباتر السهله جدا، الكلام كله فهم، يعني مجرد بس ما تفهم الحدوته الموضوع بيبقى سهل جدا. طيب السياده، اوكي، هو الساده برضو احنا كنا شرحناه كله بالكامل في شابتر البيزك ساينس بالكامل، ما فيهوش ولا كلمه جديده. طب بصوا ممكن نبص عليه بصه سريعه، هو احنا شرحناه قبل كده. الساده هو عكس تماما الدايبيتس انسيبيدس، تمام؟ يعني ايه عكس الدايبيتس انسيبيدس؟ هو عيان ساده، يعني ترجمته سيندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش سيكريشن. العيان ده مشكلته ايه؟ العيان ده عنده كميه رهيبه جدا 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 من الاي دي اتش. ADH يعني ايه؟ يعني انتي دايوريتيك هرمون، يعني المحبس بتاع الكدني. بتقفل المحبس فبتحوش كل الميه في جسم العيان. لما بتحوش الميه في جسم العيان ايه اللي هيحصل؟ هايبوناتريميا. ليه بي هايبوناتريميا؟ ده مش هايبوناتريميا وبس، الساده زي ما كنا قلنا قبل كده ات از ذا موست كومن كوز اوف هايبوناتريميا. طب ليه بي بيدخل في هايبوناتريميا؟ انت عملت ايه في الصوديوم؟ انت ما عملتش حاجه في الصوديوم. انت حوشت ميه. لما حوشت ميه قللت تركيز الصوديوم في دم العيان. انت ما لعبتش في الصوديوم كالكترولايت. انت لما حوشت ميه خففت التركيز بتاعه، فظهر لك تركيز الصوديوم في دم العين قليل، اقل من 135. طب يا بيه لما خففت تركيز الصوديوم في دم العين حصل ايه في السيرم اوزمولاريتي؟ قلت. ليه هتقل؟ لان هتخلي السيرم اوزمولاريتي مخففه وليست مركزه. طب انت حوشت الميه من فين؟ من اليورين. فلما لما منعت الميه عن اليورين رفعت اليورين اوزمولاريتي، رفعت الكونسنتريشن بتاعه الصوديوم في اليورين. ده ببساطه جدا معنى كلمه سياده، تمام؟ طيب العيان ده بيه حله ايه؟ اشهر دواء على الاطلاق بيستعمله في السياده دواء اسمه الديموسايكلين. الديموسايكلين ده فكرته ايه؟ الديموسايكلين بيقفل لك الريسبتور اللي بيشتغل عليها الاي دي اتش، تمام؟ بيقفل لك الفازوبريسن ريسبتور. لما بتقفل الريسبتور ده الاي دي اتش ما يعرفش يشتغل، فيبتدي العيان يفك ويفتح ميه، تمام؟ طيب الاي دي اتش بيشتغل ازاي يا بيه؟ كلام قديم شرحناه كذا مره، وخصوصا قلناه في البيزك ساينس، ان العيان ده بتحط في الكولكتنج داكت، خلي بالك المكان بيشتغل عليه هو الكولكتنج داكت، ده في حد ذاته سؤال، تمام؟ الكولكتنج داكت بتزرع فيها حاجه اسمها الاكوابورين شانل. الاكوابورين شانل الميه خلاص هي ونازله،
ده اخر بصوي ليها المفروض، وتنزل بعد كده تدخل في طريق اليورتر واليورينا بلادر. الميه قبل ما تنزل تروح انت مرجعها تاني دم العيان عن طريق الاكوابري. طب تخيل لو انت عندك كميه كبيره جدا من الاي دي اتش، هتزرع كميه كبيره جدا من الاكوابرين تشانل، فكل الميه هترجع تاني دم العيان. طيب هل يبي العيان معنى كده انه بيبقى هايبر فوليميك؟ لا. طب ليه لا؟ ما انت محوش ميه في جسم العيان، انت محوش ميه قليله في جسم العيان، ومعظم الميه اتحوشت في الفيسل بتاعته، تمام؟ عشان كده انت خففت تركيز الصوديوم، بس الميه ما هياش كتيره لدرجه ان تدخله في هايبر فوليميا. ده ما هوش عيان كاردياك ولا عيان رينال ولا عيان ما بيجيبش ولا نقطه يورين في اليوم عشان يبتدي جسمه كله يتنفخ ميه، هو ما بيعملش كده. هو بيحوش ميه، تمام، في دمه، الميه دي كافيه لتخفيف الصوديوم، لكن مش ما هياش ميه كتيره لدرجه ان العين يتنفخ منك، تمام؟ ويبتدي بقى ايديه تورم ورجليه تورم والكلام ده ما بيحصلش في السياده، تمام؟ ده بي ملخص السياده. هو خلي بالك ان it is the most common cause of hyponatremia، هو اشهر سبب للهايبوناتريميا. ليه هايبوناتريميا؟ لانك انت حوشت الميه في جسم العيان فقللت له البلازما اوزمولاريتي اقل من 270 فزودت اليورين اوزمولاريتي. ليه بيزودت اليورين اوزمولاريتي؟ لانك انت حوشت الميه في دمه فمنعت الميه عن اليورين فركزت الصوت في اليورين. فبص هنا اليورين اوزمولاريتي كام؟ فوق ال 1000. اليورين اوزمولاريتي كام يا بيه؟ زاد اكتر من 20. طب ليه زاد؟ هو انت رميت صوديوم في اليورين؟ لا، انت ما رميتش صوديوم في اليورين، انت خليته concentrated urine، انت ركزته، تمام؟ لما ركزته الصوديوم ظهر واي كانه عالي، هو مش عالي ولا حاجه، تمام؟ هو كميته زي ما هي لكن تركيزه هو اللي زاد. طيب الاسباب بتاعت السياده كنا قريناها مع بعض ساعتها، وقلنا خلي بالك من سمول سيل لان كانسر، خلي بالك من الكاربامازيبين مهم جدا. طيب طيب هو الكلام ده شرحناه كله، قلنا خلي بالك برضو في علاج الصوديوم، الصوديوم صار بالزيادة وبالنقصان، لما تيجي تعالجه تعالجه بالراحة، تعالجه بالراحة، تمام؟ اوعى تعالج صوديوم ترفعه بسرعة او تقلله بسرعة. لو رفعته بسرعة بتدخل العين في كارثة اسمها سنترال بونتاين مايلينولايسيس، دي بتخلي العين شل الرباعي. طب لو كان عالي وقللته بسرعة، لو كان عالي وقللته بسرعة فانت بتقلل الصوديوم بسرعة من دماغ العيان ومن جسم العيان كله، تمام؟ لما بتقلل الصوديوم بسرعه من دماغ العيان، الميه ما بتطلعش من دماغ العيان بسرعه زي الصوديوم، دماغ العيان تدخل في حاجه اسمها برين ايديما. من اشهر الادويه اللي انت بتستعملها اللي هو الديموكلوسايكلين، ده بيقلل الريسبونسيفنس بتاع الكولكتنج تيبيول، تمام؟ طيب النقطة التانية، الكلام ده كله شرحناه قبل كده، النقطة التانية ان الكيدني فانكشن بتاعته بتبقى سليمة. الانتي دايوريتيك هرمون برضه شرحناها ساعتها، تمام؟ قلنا خلي بالك هرمون بيطلع من الهايبوثالاموس، بيتخزن في البوستير بيتوتري جلاند، تمام؟ بيشتغل على الفي 2 ريسبتور، بيزرع فيها دي موجوده في الكولكتنج داكت، فبيزرع فيها الاكوابرين شانل فبيزود الريابسوربشن. الكلام ده كله شرحناه. طيب اوكي، انا مريت عليه بسرعه لان احنا بس كنا شرحناه قبل كده في شابتر البيزك ساينس. طيب ناخد بعد كده موضوع سهل، الفيو كروموسايتوما. موضوع سهل جدا، الفيو كروموسايتوما ده اخر موضوع في الادرينال جلاند. دلوقتي زي ما قلت لك ان الادرينال جلاند بتتقسم لحتتين، تمام؟ بتتقسم للادرينال كورتكس ودي كنا قلناها، والادرينال مضله. الادرينال مضله اللي هو الجزء التحتاني بتاع السوبرارينال جلاند. طيب الادرينال مضله بتطلع ايه؟ بتطلع هرمونات الكاتيكولامين، بتطلع لك في دمك الادرينالين والنور ادرينالين الموجود في دمنا، تمام؟ طيب تخيل معايا عيان طلع عنده تيومر في الادرينال جلاند، ايه اللي هيحصل في العيان ده يا بيه؟ زياده عنيفه جدا في كميه الكاتيكولامينز الموجوده في دمه. فالعيان ده يجي لك بيه يا بيه بكل اعراض زياده الكاتيكولامين اللي هي ايه؟ تيبيكال بانيك اتاك، اللي هي ممكن تفتكرها بصوره جدا انت وداخل امتحان شفوي. انت وداخل امتحان شفوي، تمام؟ وخايف من الامتحان شفوي، هيحصل ايه؟ ضربات قلبك هتزيد، ضغطك هيزيد، ايدك هتترعش، هتبتدي تعرق، نفسك هيزيد، تمام؟ اللي هي نفسها اعراض البانيك اتاك، اللي هي نفسها اعراض في كروموسايتوما. طب ليه يا بيه بيحصل فيك كده ايام الامتحان؟ ما هو ايام الامتحان انت بيبقى عندك زياده، او داخل امتحان شفوي بيبقى عندك زياده في الكاتيكولامين، وهي اللي بتعمل لك الاعراض دي، تمام؟ تلاقي نفسك زي ما قلت لك ضربات قلبك زايده، حاسس بضربات قلبك، بتهتف الكلام، مش عارف تاخد نفسك، بتعرق، ايدك بتترعش، الكلام ده كله هو تيبيكال الفيكروموسايتوما. طب ايه اللي حصل في العين ده؟ اللي حصل في العين ده ان عنده تيومر في الادرينال جلاند مطلع كميه كبيره جدا من الكاتيكولامين، تمام؟
هل ده كومن تيومر؟ لا، ده رير تيومر. ايه اللي هيحصل بيه؟ انت خلي بالك ان الخلايا بتاعت الادرينال جلاند كامبريولوجيكال جايه من حاجه اسمها كرومافين سيل، تمام؟ بتطلع، بتبتدي الكرومافين سيل موجوده في الادرينال جلاند تطلع لك كميه كبيره جدا من الكاتيكولامين. هل هي بيك كرومافين سيل دي موجوده بس في الادرينال جلاند؟ لا، موجوده في اماكن تانيه، تمام؟ عشان كده في كرومسايتوما ممكن يبقى اكسترا ادرينال، بس الكلام ده قليل قوي قوي قوي. غالبيه الحالات بتاعت في كرومسايتوما طالعه من ادرينال جلاند بتاعت العيان. العيان ده ايه اللي حصل له؟ كميه كبيره جدا من الكاتيكولامين وخصوصا ادرينال، هما الاثنين بيزيدوا بس خصوصا ادرينال، تمام؟ يعني في قاعده كده اسمها قاعده 10، 10% فاميليال، 10% بايلاترال، 10% مالجنان، 10% اكسترا ادرينال. يعني ايه 10% فاميليال؟ يعني الموضوع بيبقى ماشي في العيله، ده بيبقى جزء من سندروم، لا اما من 2 لا اما نيور فايبروماتوزيس لا اما فون هيبل لينداو. اجله بس موضوع من 1 من 2 ايه ومن 2 بي ده لسه هنتكلم عليه. لا اما بايلاترال، بايلاترال يعني موجود، لان يعني تيومر طلع من الاثنين ادرينال جلاند. طب اللي طلع ده يا بيه ممكن يبقى مجرد ادينوما، ممكن يبقى تيومر مالجنسي، تمام؟ طب لو كان مالجنسي، مالجنان كانسر، بيبقى في حدود 10%. طب اكسترا ادرينال يعني اماكن تانية، تمام؟ بيسموها ساعتها البارا جانجليوما، اماكن تانية غير ادرينال جلاند، فبيسموها قاعده 10%. العيان بيجي لك بيه يا بيه، قلت لك ابسط طريقه، ابسط طريقه افتكرها بيها انك انت كانك في امتحان شفوي، تمام؟ بتلاقي ضغطك زاد، بتترعش، بتتهته، ضغطك زاد شويه، تمام؟ بتعرق، ايدك بتترعش، الكلام ده كله، تمام؟ هي نفس الاعراض بالظبط، زياده هارت ريت، زياده بلاد بريشر، تمام؟ السكن ممكن تدخل فيه في فلاشنج، الديافوريسز، الفلانك ابدومن، بين تحس بوجع في بطنك، ممكن تبتدي ترجع شويه، انكزايتي، الكلام بالظبط اللي هو تيبيكال كانك بالظبط في امتحان شفوي. طيب حاجه من الحاجات الغريبه جدا اللي بتحصل مع الفيوموكرومسايتوما ان على لونج تيرم ممكن يبتدي ضغطك يقع. طب ازاي يبتدي ضغطك يقع يا بيه؟ ده انت عندك كاتيكولامين بكميه كبيره، الكاتيكولامين المفروض انها ترفع الضغط ما تقللش الضغط. طب ليه ممكن تقلل الضغط في العيان على اللونج تيرم؟ ممكن تقلل الضغط في العيان لان الكاتيكولامين على اللونج تيرم، خلي بالك انك انت حاطط لود عنيف على عضله القلب، كاتيكولامين بتبتدي تشغل عضله القلب بصوره كبيره جدا، تمام؟ لو بتنشط الجسم كله فبتحط لود على عضله القلب، لما تحط لود على عضله القلب على اللونج تيرم ممكن يحصل كارديو مايوباثي، يبتدي العيان يدخل منك في هارت فيلر، فساعتها ممكن العكس تلاقي ضغط العيان وقع منك في الارض، بس ده طبعا على اللونج تيرم، لو العيان قعد فتره كبيره ما بيتعالجش منها، تمام؟ طيب هل يا بيه العيان ده اليوم كله ضغطه عالي؟ لا، بتبقى باروكسيزمال اتاكس. ليه؟ لان الكاتيكولامين بتطلع من ادرينال جلاند على هيئه جش مره واحده، الادرينال جلاند كلمه ترم كبيره كبيره من الكاتيكولامين في الدم، اول ما يحصل الجش ده تبتدي تصدع بعنف، تبتدي تترعش، تبتدي تظهر عليك الاعراض دي كلها، تمام؟ طب ليه يا بي، ليه يا بي الاعراض مش مستمره معاك؟ لان زي ما قلت لك هي الكاتيكولامين بتطلع في الدم على هيئه جش، تمام؟ طيب لو الجش ده ما تنساش ان الكاتيكولامين هي جزء من الاستريس هرمونز، فشيء طبيعي ان العين ده سكراته ممكن تبتدي تزيد لدرجه انها ممكن تنزل في اليورين، تمام؟ ليه؟ لانها جزء من الاستريس هرمون، والاستريس هرمون وظائفه الاساسيه سواء الكورتيزون سواء الكاتيكولامين سواء الجروث هرمون، كل دول استريس هرمون وظائفهم الاساسيه ان هم يوفروا في جسمك معدل عالي جدا من الطاقه، تمام؟ بيوفروا كميه جلوكوز عاليه جدا في الطاقه، عشان كده دي الهرمونات اللي انت بتعتمد عليها ايام الاستريس وايام الامتحانات والحاجات دي، تمام؟ طيب جويتر لو من 2، احنا لسه هنتكلم عن من 2. الفيوكروموسايتوما على الرغم انها زياده عنيفه في الكاتيكولامين، والكاتيكولامين المفروض انها بتشتغل عن طريق الالفا ريسبتور وبيتا ريسبتور، عن طريق الالفا ريسبتور بتاعتها بتعمل مارك الفازوكونستريكشن فبترفع الضغط. معظم عيانين الكاتيكولامين بيجوا بهايبرتنشن. الا على اللونج تيرم، على اللونج تيرم لو العيان ده ما اتعالجش ممكن بسبب ان اللود العنيف اللي انت حاطه على عضله القلب بتاعت العيان يبتدي العيان يدخل منك في الكاتيكولامين انديوس كاردوما، بس يعني يبتدي يدخل منك في هارت فيدر، اول ما يدخل في منك في هارت فيدر يبتدي ضغط العيان يقع في الارض. طيب الانفستيجيشن اللي انت بتعملها، اول انفستيجيشن انت بتبتدي بيها اثبات ان العيان ده عنده هرمونات عاليه في دمه، تمام؟ هو ايه الهرمون اللي عالي في دمه يا بيه؟ الكاتيكولامين. هو في طريقه من الاثنين بس من الواضح ان هم بيحبوا الطريقه دي، معظم جايد لاينز الثانيه عكس كده، تمام؟ انت اول حاجه زي ما قلت لك بتثبت ان العيان ده عنده هرمونات عاليه في دمه. ازاي بتثبت ان العيان ده عنده هرمونات عاليه في دمه؟ انك انت تقيس بصوره مباشره الكاتيكولامين في دم العيان او في اليورين بتاع العيان، تمام؟ بتجمع يورين 24 ساعه وتبتدي تقيس الكاتيكولامين في اليورين بتاع العيان، تمام؟ في بعض الكتب الثانيه ما يفضلوش ان هم يقيسوا كاتيكولامين لكن يقيسوا بآية تكسرها. هي الكاتيكولامين لما بتتكسر بتتحول لايه؟ بتتحول لماده اسمها الفانايل مانيليك اسيد، تمام؟
بس هو من الواضح ان هم ما بيحبوش انك انت تعتمد على الفناين ماليك اسيد، اعتمد بصوره مباشره او قيس بصوره مباشره الكاتيكولامين. ولو بصراحه لو اتكلمنا على الاصح وده الادق، انت ليه تقيس باي تكسير لما ممكن تقيس الهرمون بصوره مباشره؟ تمام، بس انك انت على فكره تقيس الهرمون بصوره مباشره اغلى من انك انت تقيس الفناين ماليك اسيد. طيب دي اول خطوه على فكره، اول خطوه انت بتبتدي بيها اثبات ان الهرمونات عاليه في دمه. تمام، طب يا بيه خلي بالك انك انت برضو في المعتاد لما تيجي تقيس الكاتيكولامين في اليورين بتاع العيان قيسها على مدار 3 ايام ورا بعض. طب ليه بتقيسها على مدار 3 ايام ورا بعض؟ لان زي ما قلت لك الكاتيكولامين مش موجوده دايما بصوره عاليه بصوره مستمره، تمام، بتطلع على هايت جش، فانت ممكن تقيسها في يوم تلاقيها نورمال، فانت قيسها 3 ايام لان مستحيل عيان يبقى عنده تيومر في الادرينا جلاند بتطلع كميه كبيره من الكاتيكولامين ويقعد 3 ايام ورا بعض نسبه الكاتيكولامين اللي في دمه نورمال. طب يا بيه انا اثبتت ان الهرمونات اللي في دمه عاليه، ايه الخطوه الثانيه؟ خطوه ثانيه ادور على السورس. هو السورس ايه؟ الادرينا جلاند. السورس اسهل طريقه انك انت تعمل سي تي او ام ار اي على بطن العيان، فساعتها ممكن تشوف الادرينا جلاند كبيره. طب يا بيه لو ما شفتهاش بتعمل ايميجنج اوف تشويس. الايميجنج اوف تشويس الميب جي سكان، وهي ادق ايميجنج على الاطلاق بتطلع بيها الادرينال جلاند تيومر. يبقى تاني ترتيب الخطوات، اول خطوه اثبات ان العيان ده هرموناته عاليه، لو الهرمونات بتاعته عاليه الخطوه الثانيه بتدور على مصدر الهرمونات دي اللي هو هنا فين؟ الادرينال جلاند. ممكن تبتدي بحاجه سهله زي سي تي او الام ار اي، لو سي تي او الام ار اي ما جابوش معاك بتعمل ايميجنج اوف تشويس، هي نمبر 1 تمام، بتعتبر انفستيجيشن اوف تشويس في العيانين اللي عندهم في كروموسايتوما الا وهي الميبج سكان. طيب دي الحته اللي انا قلتها لك، خلي بالك انك انت حاول انك انت تقيس الكاتيكولامين في اليورين بتاع العيان 3 ايام ورا بعض، ما تقيسهاش في يوم واحد. ليه؟ لانها بتطلع بصوره باروكسيزمال، عشان كده العيان ده بيدخل في باروكسيزمال اتاكس. على فكره العيان ده مش دايما ماشي مش اليوم كله عرق ورعشه ومش عارف ايه، لا بالظبط كانك انت بتدخل ايام شفوي في ايام ورا بعض، انت بس بتدخل في الاعراض دي لحظه دخولك الامتحان. هو نفس الفكره، العيان ده بيدخل في الاعراض دي لما بيحصل جش للهرمونات في دم العيان، لكن ان بتوين العيان از توتالي فري. طيب دلوقتي يا بي انت قست العيان بيدخل في النوبات دي، ضغطه بيعلى وابتدي ايده تترعش وعرق ومش عارف ايه، وانت شكيت ان العيان ده فعلا عنده في كروموسايتوما، قست الهرمونات في دمه طلعت عاليه، عملت له ايمج طلع فعلا في تيومر موجود، تمام، حلها ايه؟ ملاش حل، جراحه. طول ما في تيومر تمام، وعلى فكره سواء التيومر ده كان مالجنت او بيناين في الحالتين لازم يدخل جراحه، لازم تشيل الفوكس الموجود، ملاش حل تاني، تمام. طب يا بيه لغايه ما تشيل الفوكس العيان ده ممكن انت لما تيجي تقيس ضغطه ممكن تلاقي ضغطه 200 على 140، ازاي تدخل عيان زي ده اوضه العمليات؟ ما تقدرش تدخل عيان ده اوضه العمليات. امال ليه؟ لانك انت 200 على 140 عيان هينزف جامد جدا جوه اوضه العمليات. امال ساعتها تعمل ايه يا بيه؟ اول حاجه ظبط ضغط العيان، خلي بالك الحته دي مهمه جدا، قلناها قبل كده في الفارما. ازاي بتظبط ضغط العيان؟ تمام؟ هو العيان ده يا بيه ليه ضغطه عالي؟ عشان عنده ادرينالين ونور ادرينالين بكميه عاليه. طب هي الادرينالين ونور ادرينالين ازاي بترفع ضغط العيان؟ هي بتشتغل على اثنين ريسبتور، بتشتغل على الفا وبيتا، سيبك من الفا، انت سيبك من البيتا، انت دلوقتي الفكره كلها في الالفا ريسبتور. تمام؟ بيشتغل على الفا ريسبتور، بيعمل ايه للالفا ريسبتور؟ ستيميوليشن. طب الالفا ريسبتور دي لما بتعملها ستيميوليشن ايه اللي بيحصل؟ ماركت فازو كونستراكشن. فبتعمل للعيان ماركت فازو كونستراكشن، اول ما بتعمل للعيان ماركت فازو كونستراكشن ضغط العيان بيزيد. تمام؟ طب يا بيه العيان ده دلوقتي ضغطه 200 على 140 وانا عايز ادخله اوضه العمليات، ما اقدرش ادخله بالضغط ده. اعمل ايه؟ قلل ضغطه. بس خلي بالك اوعى تقلل ضغطه عن طريق بيتا بلوكر، اوعى تبتدي بالبيتا بلوكر. تمام، هي الكاتيكولامين بتشتغل ازاي؟ بتشتغل على الفا وبتشتغل على بيتا، وانت عشان تقفل الاكشن بتاعها لازم تقفل الفا وتقفل بيتا، انت محتاج تقفل الاثنين، مفيش جدال في النقطه دي، بس خلي بالك تقفل الفا الاول وبعدها اقفل بيتا، اوعى تغلط وتعمل العكس. تمام، طب ليه بيه؟ لانك انت لو قفلت بيتا الاول الفا هتبقى مفتوحه. طب لو الفا بيت مفتوحه ساعتها العيان هيدخل منك في ماركت فازو كونستراكشن، لان ما تنساش يا بيه، تمام، ما تنساش يا بيه ان البيتا ريسبتور دي بتعمل لك فازو دايلاتيشن، تمام، فكان شويه بتعادل الاكشن اللي كان بيحصل على الالفا، فانت لما تقفل بيتا عن طريق بيتا بلوكر تمام وتبقى الفا بس هي المفتوحه وتروح كاتيكولامين كلها تشتغل على الفا يحصل عين ماركت فازو كونستراكشن، تلاقي ضغط العين في السماء. فانت عشان كده الاول اقفل الفا وبعدها بكم يوم اقفل البيتا.
لما تقفل الفا وتقفل بيتا انت كده قفلت الاكشن بتاع كاتيكولامين بالكامل، قفلت له اثنين ريسبتور اللي هو بيشتغل عليها. تمام. طيب ايه اشهر دواء بيستعمل كده؟ اكتب جنبه، مهم جدا، الفينوكسي بنزامين. الفينوكسي بنزامين ده ايه؟ اتكلمنا عليه في الفارما، ده نون سيلكتيف الفا بلوكر. يعني ايه نون سيلكتيف الفا بلوكر؟ يعني بيقفل لك كل الالفا ريسبتور الموجوده في دم العيان. تمام. يبقى تاني خلي بالك الحته دي مهمه جدا، كده كده انت هتدخل عيان ده جراحه، طب ازاي هتدخله ضغطه عالي؟ قلل له ضغطه. طب ازاي بتقلل ضغطه؟ اقفل الاكشن بتاع الكاتيكولامين. ازاي هتقفل الاكشن بتاع الكاتيكولامين؟ هتقفل الاثنين ريسبتور اللي الكاتيكولامين هبيشتغل عليهم، بس اقفل الفا، اقفل الفا وبعد كده هقفل بيتا. ازاي تقفل الفا؟ عن طريق فينوكسي بنزامين، ده نون سيلكتيف الفا بلوكر. تمام. وبعدها دخل العيان بتاعك اوضه العمليات. طيب زي ما قلت لك خلي بالك لو انت قفلت البيتا بس وسبت الالفا مفتوحه ضغط العيان هيضرب في الصمه، بارادوكسيكال انكريز في البلاد بريشر. طيب الفينوكسي بنزامين كنا اتكلمنا عليه بالتفاصيل في شابتر فارما. تمام. ده نون سيلكتيف الفا بلوكر، بيقفل كل الفا ريسبتور الموجوده. في الاول بتبتدي بجرعه صغيره، ما اعتقدش انه بيسال قوي في الجرعات، 10 ملي جرام مرتين في اليوم، ممكن توصل لغايه 20 ملي جرام اربع مرات في اليوم. بعدها بكام يوم بعد ما انت تطمن انك انت قفلت الالفا بالكامل اقفل البيتا عن طريق بيتا بلوكر. طب يا بيه لو العيان ده ما فيش وقت وانا عايز ادخله عمليات بسرعه، ممكن تدي ساعتها انترافينوس فينوكس بنزامين. تمام. على اساس انه يشتغل معاك اسرع. تمام. تقفل الفا ريسبتور، ضغط العين يتظبط، دخل العين على طول اوضه العمليه. تمام. الكلام ده برضو مهم جدا جدا في العيانين الحوامل. كنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع الكلامس والبريكلامسيا، اكيد زي ما عارفين ان موضوع ضغط العادي اثناء الحوامل موضوع مشكله كبيره جدا، لان انت لو ست اللي دخلت في ماركت بريكلامسيا او كلامسيا بيبقى فيه موربيديتي ومورتاليتي عاليه جدا سواء عليها او على الفيتس اللي في. تمام. بتعملها ازاي؟ نفس القصه، انت برضو نفس الكلام، هو انت المفروض في الاول هتقفل لها الالفا ريسبتور اللي عندها سواء عن طريق فينوكس بنزامين او الدوكسيزوسين. تمام. بس فينوكس بنزامين على فكره هو اللي بيفضل اكتر لانه بيقفل كل الالفا ريسبتور موجوده. تمام. طيب بتمشي على فينوكس بنزامين، بتقفل لها الالفا ريسبتور، بتظبط لها الضغط بتاعها، وبعدها بتدخلها اوضه العمليات. يعني الكلام في الحوامل زيه بالظبط زيه اللي مش حوامل، هو نفس الفكره، هو بس الهنت الوحيد اللي عايز اقوله لك انك اهتم بالحوامل، لانك انت زي ما عارف ان ارتفاع الضغط في الحمل بيعرضها جامد جدا لموضوع البريكلامسيا او الكلامسيا، وده بيرفع جدا سواء موربيديتي او مورتاليتي سواء كان في الفيتس او في البيبي اللي فطنها. طيب لو طبعا في المعتاد التيومر الموجود في الادرينا جلاند في المعتاد بيتشال باوبن سيرجري، الا لو كان حجمه صغير قوي اقل من 7 سنتي ممكن تجرب انك انت تجيله بتشيله بلابروسكوبيك ادرينالكتومي. طيب دلوقتي يا بيه الست الحامل دي اللي عندها تيومر تعمل ايه؟ اول حاجه ظبط الضغط، ودي ما فيش فيها جدل، اول حاجه ظبط الضغط. بتظبط الضغط بايه؟ بالفا بلوكر. طيب حته غريبه بصراحه ان الستات دول بعد ما انت تظبط لهم الضغط تمام لما تيجي تولدها بيفضل انك انت تولدها بسيزيريان سكشن وليس فاجينال ديليفري. تمام. يعني انت قلل لها الضغط بتاعها، خدرها وطلع العيل سيزيريان سكشن. حته غريبه ان الفاجينال ديليفري في العينات اللي عندهم في كروموسايتوما المورتاليتي فيهم بيبقى اعلى من الستات اللي بتولد بسيزيريان سكشن. تمام. عشان كده من الاخر يا بيه عيانه حامل وعندها في كروموسايتوما تعمل ايه؟ ظبط لها ضغطها، دخلها اوضه العمليات، طلع العيل بالسيزيريان سكشن. ظبط لها ضغطها، دخلها اوضه العمليات، طلع العيل بالسيزيريان سكشن. طيب وبعد كده يبقى طلع التيومر براحتك. اوكي. بعد كده الميدالر كارسينوما بتاعت الثايرويد فيري كومن ما في كروموسايتوما، ده لسه هنتكلم عليه. في حاجه اسمها المين 1 والمين 2 والمين 2A والمين 2B لسه هنتكلم عليه. تمام. طيب حته دي قديمه ما هياش جديده، قلناها قبل كده في شابتر انفكشن. لو عيان عنده فيفر فان نون اوريجين، فيفرش بقاله كذا يوم وانت مش عارف السبب، تمام، وبصيت على الادرينال جلاند بتاعته لقيتها فيها سويلنج، شك في حاجه من ثلاثه، لا اما تي بي، لا اما لنفوما، لا اما هيستوبلازموز. طب اشمعنى الثلاثه دول؟ لان دول من اشهر، لا اما لنفوما، لان دول من اشهر الحاجات اللي بيجوا وبيضربوا الادرينال جلاند عن ناحيتين وبيعملوا لك سويلنج في الادرينال جلاند عن ناحيتين. دي حته كنا قلناها قبل كده في شابتر الانفكشن. طيب اوكي.